بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض موضوع جديد وهو الوايت تانك. مبدئيا كده يا باشمهندس، انا مش بعتبر الوايت تانك موضوع جديد، لان الوايت تانك يا باشمهندس ده خزان مستطيل عادي خالص، ويعتبر تكمله او تطبيق مباشر على الخزان المستطيل. فسعادتك قبل ما تسمع الفيديو ده، يا ريت تسمع فيديو الوايت الريكتانجولار تانك، وتذاكر كمان الريكتانجولار تانك، هيسهل عليك كتير وانت بتسمع الفيديو ده. تعالى يا باشمهندس في البدايه نعرف ايه الفرق ما بين الوايت تانك والريكتانجولار تانك. يعني ليه يا باشمهندس جايين نشرح درس جديد اسمه الوايت تانك، مع ان لسه قايل لك ان هو الريكتانجولار تانك؟ طب ايه الفرق ما بينهم يا باشمهندس؟ فتعال نشوف الوايت تانك ده خزان. لو ده يا باشمهندس الابعاد بتاعته ايه اللي شورت وايه اللي لونج والارتفاع بتاعه اتش، فقال لك والله بسمي الخزان ده خزان وايت تانك. هو خزان مستطيل عادي، بسميه بقى وايت تانك لو كان ابعاد القاعده بتاعته كبيره. طب يعني ايه ابعاد القاعده بتاعته كبيره؟ دي كلمه مطاطه ما هياش ممسوكه، ما انتش عارف يعني ايه ابعاد القاعده بتاعته كبيره. قال لك ابعاد القاعده بتاعته كبيره يا باشمهندس يعني ال ال شورت بتاعتك تبقى اكبر من او بتساوي 8 متر. يعني طول ما ال ال شورت بتاعتك اقل من 8، فيبقى سعادتك تبقى بتحل ريكتانجولار تانك عادي. اول ما ال ال شورت زادت عن 8، سعادتك غصب عنك تبدا تحل على انه وايد تانك. فيبقى الوايد تانك يا باشمهندس ده خزان مستطيل ابعاد القاعده بتاعته كبيره. طب ازاي ابعاد القاعده بتاعته كبيره؟ يعني ال شورت بتاعتك اكبر من 8 متر. طب يا باشمهندس قبل ما نبدا في المثال بتاعنا، تعال نصنف الارضيه او نشوف ازاي بنختار الاستاتيكال سيستم بتاع الفلور او بتاع الارضيه بتاعتك، وازاي بنختار الاستاتيكال سيستم بتاع الحيط. طب تعال يا باشمهندس اول حاجه نشوف ازاي بنختار الاستاتيكال سيستم بتاع الارضيه. فقال لك ان الاستاتيكال سيستم بتاع الارضيه بيعتمد بشكل اساسي على وضع الاعمده. يعني لو الأعمدة بتاعتك متاحة إنك تحطها داخليا، يبقى سعادتك هتختار الستاتيكال سيستم معين. طب لو مش متاح إنك تحط أي أعمدة داخلية، لو كل الأعمدة متاحة خارجيا بس، يبقى غصب عنك بتروح لستاتيكال سيستم تاني. يبقى كلمة ستاتيكال سيستم أوف فلور معتمدة بشكل أساسي على وضع الأعمدة. فأنت عندك نوعين من وضع الأعمدة، يا إما الأعمدة بتاعتك متاحة داخليا، متاحة جوه مساحة الخزان، يا اما الاعمده محصوره بره بس، مش متاح لك انك تحط اي اعمده جوه الخزان، يبقى الاعمده غير متاحه او محدوده على الحدود الخارجيه بس. لو سعادتك متاح تحط اعمده داخليه، فتلاقي ان الاستاتيكال سيستم بتاع الفلور ينقسم لحاجتين. الحاجه الاولانيه يا باشمهندس، او ممكن اختيارين، الاختيار الاولاني حاجه اسمها السوليد سلاب، يعني سعادتك متاح انك تعمل اعمده بكمرات وبالتالي يبقى سوليد سلاب، وده شكل السوليد سلاب. يا اما يا باشمهندس تحط اعمده وما تعملش كمرات، تخلي السقف يتشال دايركت على الاعمده، بنسمي السقف ايه ساعتها؟ بنسميه فلات سلاب. يبقى يا اما الارضيه بتاعت سعادتك تبقى سوليد سلاب يعني اعمده وكمرات، يا اما الارضيه بتاعت سعادتك تبقى فلات سلاب يعني اعمده بس بدون اي كمرات داخليه. طب لو مش متاح انك تحط اعمده داخليه اصلا، يعني مش متاح لسعادتك تحط العمود ده، قال لك ساعتها يا باشمهندس يبقى الكولم نوت الاود، مش متاح لك انك تحط اي اعمده داخليه. فبنعمل ايه يا باشمهندس؟ قال لك بنستخدم البانل دي بيم. بنستخدم البانل دي بيم، يعني مفيش اعمده داخليه وبنعمل كمرات متقاطعه. طب بص كده يا باشمهندس، خلي بالك واحنا بنصمم الخزان ده، احنا بنصمم حاجتين فيه. بنصمم الحيطه وبنصمم الارضيه. مع مراعاه وانت بتصمم الارضيه بتصمم السلاب بس. يعني ايه؟ يعني لو انت بتصمم الارضيه وطلع نوع الارضيه سوليد سلاب، احنا هنصمم السلابه بس، ملناش دعوه بالكمرات. لو بنصمم الارضيه وطلعت فلات سلاب، فاحنا بنصمم السلابه بس، ملناش دعوه بالاعمده. لو بتصمم الارضيه وطلعت بانل دي بيم، فانت بتصمم الارضيه بس، السلابه بس، ما بتصممش الكمرات. بقول الكلام ده ليه؟ لان لو ساعات خدت بالك، يبقى طالما احنا بنصمم ارضيه بس ملناش دعوه بكمرات، يبقى هتلاقي ان البانل دي بيم هو السوليد سلاب في الحل، لان الباكيه دي هي الباكيه دي، مفيش فرق ما بينهم. كل الفرق في تصميم الكمر، هنا كنت هصمم كمره بانل دي بيم، هنا كنت هصمم كمرات عاديه، فانا كده كده مش هصمم كمرات. يبقى يا باشمهندس خد بالك ان البانل دي بيم بيشبه السوليد سلاب في الحل، هو ده بالنسبه للاستاتيكال سيستم بتاع الفلور. يا اما الكولم اللاود يا اما نوت اللاود، لو الكولم بتاعتك لو الاعمده بتاعتك متاحه في الارض يبقى سوليد سلاب او فلات سلاب، لو مش متاحه يعني متاحه على الحدود الخارجيه بس تبقى بانل دي بيم، وبانل دي بيم زي السوليد سلاب بالظبط. ده الاستراتيجال سيستم بتاع الفلور.
طب لو عايزين يا باشمهندس نتكلم على الاستاتيكال سيستم بتاع الول، قال لك الاستاتيكال سيستم بتاع الول بيعتمد على ارتفاع الول اللي كان مرسوم هنا من دقيقتين اللي هو الاتش، يبقى بيعتمد او بيختلف حسب ارتفاع الول. هتلاقي ان انت عندك ثلاث حاجات، ابدا اكتب معايا الكلام ده، الكلام ده مهم. اقسم الصفحه ثلاث ثلاث حتت واكتب كل حته زي ما هنكتب دلوقتي. اول حاجه يا باشمهندس، لو الاتش وول اقل من او بيساوي 3 متر بنستخدم حاجه اسمها وول فري ات توب. يعني يا باشمهندس الخزان بتاعك يبقى فري من فوق، الحيطه ماسكه في الارضيه بس مفيش اي حاجه فوق، ويبقى الاستاتيكال سيستم بتاع الحيطه طالما هي ماسكه في الارضيه يبقى متفكسده فيكسد، ومن فوق فري يبقى فيكسد فري. ده الاستاتيكال سيستم بتاع الحيطه. طب تعالى يا باشمهندس، ده لو الارتفاع صغير اقل من 3 فيبقى ده افكتيف، يبقى ده اقتصادي. ليه اقتصادي؟ لان يا باشمهندس الحمل اللي بيأثر على الحيطه حمل مثلث، ركز في الحته دي، حمل مثلث يا باشمهندس. سعادتك هتروح تركز المثلث ده، ادي تركيز المثلث، هتروح تحسب المومنت، ادي المومنت. المومنت ده يا باشمهندس ناتج من التركيز ده مضروب في المسافه دي، صح؟ ده المفروض المومنت ده طول يا باشمهندس ما الحمل المثلث على مسافه صغيره اقل من 3، طول ما التركيز ده صغير، طول ما البعد ده صغير، طول ما المومنت ده صغير، فيبقى افكتيف عادي، اقتصادي عادي، انك ما تحطش اي ركايز فوق. امال لو سعادتك الارتفاع ده زاد عن 3 متر، بقى من 3 ل 5، فقال لك اول ما الارتفاع تزيد يعني المومنت هيزيد. فقدام سعادتك اختيارين، الاختيار الاولاني انك تغير الاستاتيكال سيستم. يعني ايه نغير الاستاتيكال سيستم؟ بدل ما نخلي الحيطه فري ات توب نخليها ويز بيم ات توب، يعني نحط كاميرا فوق، نخلي الحيطه متحزمه من فوق فما عادش المومنت كبير. طب الاختيار الثاني انك تقلل الاحمال. يبقى الاختيار الاولاني يا باشمهندس انك تقلل الحمل، الاختيار الثاني انك تغير الاستاتيكال سيستم. يبقى عشان نتغلب على الارتفاع الكبير يا اما نقلل احمال وهنشوف هنعملها ازاي، يا اما يا باشمهندس نغير الاستاتيكال سيستم. طب تعالى كده في البدايه نشوف لو الارتفاع من 3 ل 5 هل محتاج اغير الاستاتيكال سيستم؟ اه محتاج، لان الارتفاع كبر. طب اغير الاستاتيكال سيستم ازاي؟ استخدم بيم ات توب. يبقى الارتفاع بتاعك لو من 3 ل 5 متر فاحنا مبدئيا كده هنستخدم بيم ات توب. طب السؤال، هستخدم كاميرا عاديه ولا كاميرا بطاي؟ ايه الكلام ده؟ قال لك يا باشمهندس بص معايا، لو ال شورت بتاعت سعادتك دي اقل من 6 متر فسعادتك هتستخدم بيم ات توب بس. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني ادي الخزان بتاعك هنستخدم كاميرا فوق بس، لان الاسبان بتاعك ده صغير اقل من 6 فبالتالي تستخدم بيم ات توب بس. امال يا باشمهندس لو الاسبان بتاعنا ده اكبر من 6 متر؟ قال لك ساعتها بنستخدم بيم وستاي. يعني ايه بيم وستاي؟ بص كده، ادي يا باشمهندس هتستخدم بيم وستاي ات توب، يعني هنستخدم كاميرا بالطاي بتاعها. طب ليه استخدمنا الطاي؟ لان يا باشمهندس الكاميرا بتاعتك الاسبان بتاعها بقى كبير اكبر من 6 متر، فبالتالي هتديك مومنت كبير على الكاميرا، وده غير اقتصادي. فنروح نزود الركايز، نغير الاستاتيكال سيستم بتاع الكاميرا، بدل ما كان سيمبل نخليه كونتينوس بان نحط طيات. من الاخر الخلاصه يا باشمهندس، لو الاتش بتاعتك من 3 ل 5 فسعادتك غصب عنك يتم وضع بيم ات توب. ده مبدئيا. طب البيم دي يا تكون بطاي يا تكون وزاوت طاي. امتى استخدمها وزاوت طاي؟ لو ال شورت بتاع الفلور اقل من 6. لو ال شورت فلور اكبر من 6 سعادتك بتستخدمها وسطاي. سواء يا باشمهندس استخدمتها بطاي او زاوية طاي، فالاستاتيكال سيستم بتاع الحيطه في الحاله دي يبقى فيكسد هنجد، لانك حطيت كاميرا على التوب. هنا كده في كاميرا وهنا في كاميرا برضو، بس هنا بطاي هنا من غير طاي مالناش دعوه، هي كده كده ايه؟ ركيزه. يبقى انا كده يا باشمهندس لما الارتفاع زاد غيرت الاستاتيكال سيستم وبقى فيكسد هنجد، وبالتالي المومنت قل. ده اول حل. طب لو الارتفاع زاد قوي؟ قال لك لو الارتفاع زاد قوي يا باشمهندس ساعتها هتلاقي انك لما تعمل حتى كاميرا فوق المومنت لسه كبير، لان الارتفاع كبير قوي. فنعمل ايه؟ قال لك نغير، ركز في الحته دي، نقلل الحمل. ولسه قايل لك هنا يا اما نغير السيكل سيستم يا اما نقلل الحمل. قال لك لو الارتفاع زاد عن 5 متر فللاسف بنعمل الحلين مع بعض، بنغير السيكل سيستم يعني بنستخدم كاميرا فوق وبنقلل الحمل كمان. طب الكلام ده يتم ازاي؟ بص بقى، قال لك يا باشمهندس الحيطه دايما في الوايت تانك، نوع الحيطه ارجع للريكتانجولار تانك، كان عندها ثلاث انواع من الحوايط. يا اما الحيطه بتاعت سعادتك تبقى شالو وول،
يا اما الحيطه بتاعت سعادتك تبقى ديب وول، يا اما الحيطه تبقى ميديم وول. ده في الريكتانجولار تانك. سعادتك في الوايد تانك الطول القصير اكبر من 8 متر عشان يبقى وايد تانك اصلا، والارتفاع ده 4 متر صح؟ طيب مثلا اتش ب 4، اتش ب 5، اتش ب 3، الارتفاع بيبقى صغير دايما، ارتفاع الخزان بيبقى 3 4 متر بالكتير. فلو سعادتك قسمت 8 على 4 بيديك 2 متر، فساعتها نقول لك ان في الغالب الحوايط بتاعت الوايد تانك بتطلع شالول. طب معنى كلمه شالول، بقول الكلام ده ليه؟ خليك بس معايا للاخر. معنى كلمه شالول يعني الحمل بتاع سعادتك بيمشي راسي دايما جوه الحيطه. الحمل بتاع سعادتك بيمشي راسي دايما جوه الحيطه. كلام جميل. طب يا باشمهندس عايزين نحول الشالول دي او عايزين نقلل الحمل ده. عشان سعادتك تقلل الحمل ده قال لك الحل انك تحول الشالول لميديم وول. لان لو سعادتك فاكر في الميديم وول كان في حمل بيمشي افقي كده وحمل بيمشي راسي، كان بيبقى ده مثلا دبليو بيتا 75% من دبليو بيتا، وده الدبليو الفا، وفي كده 75% من الدبليو ايه، او اسف الدبليو ايه بيتا كلها. فكان الحمل بيتوزع يعني بالاخر، الحمل مش كله بيبقى راسي، ده الحمل بيتوزع. ده امتى؟ لو خليت دي ميديم وول. ده انا مشكلتي يا باشمهندس ان الوايد تانك دايما هتبقى شالو وول. طب اعمل ازاي اخليها ازاي ميديم وول؟ ركز بقى في الحته دي كويس. قال لك الحل هنا، ايه الحل اللي هنا؟ قال لك بنستخدم حاجه اسمها كاونتر فورت. ايه بقى الكاونتر فورت ده؟ مبدئيا يا باشمهندس طالما الارتفاع اكبر من 5 فانا هستخدم كاميرا. طب الكاميرا بتاعت سعادتك دي ويز تاي ولا وزاوت تاي؟ حسب الشرط ده. يعني لو الخزان بتاعنا ال ال شورت اقل من 6 استخدمها وزاوت تاي، لو ال ال شورت اكبر من 6 استخدمها ويز تاي. طب يا باشمهندس كده انا عملت شبه دول بس الارتفاع اكبر من 5. قال لك استنى بقى، طالما الارتفاع اكبر من 5 انت كده غيرت لنا الاستاتيكال سيستم، خليتها بكاميرا فوق. طب عايزين نقلل الحمل، قال لك نستخدم كاونتر فورت يغير لي نوع الحيطه، بدل ما هي شالو يخليه ميديوم. ازاي بقى؟ ركز بقى في الحته دي. ابعاد الحيطه دي مثلا 12 في 3، فكده نوعها ايه؟ او 12 في 4، نوعها ايه كده؟ 12 على 4 كده نوعها شالو في البدايه. اما سعادتك حطيت كاونتر فورت بقت الحيطه بتاعتك ما عادتش 12 في 4، امال بقت كام؟ بقت 6 و4 والناحيه الثانيه 6 و4. يعني الحيطه الواحده ابعادها كام؟ 6 و4، تقسم 6 على 4 يديك 1.5، فيبقى ده نوعه ميديوم ايه؟ ميديوم وول. يبقى سعادتك قللت الحمل كمان. يبقى لو الاتش اكبر من 5 هتقلل الحمل بانك تعمل كاونتر فورت، تقلل المومنت كمان بانك تغير الاستاتيكال سيستم فتستخدم بيم التوب. والبيم دي يا باشمهندس يا تبقى ويست تاي يا تبقى وزاوت تاي. يبقى يا باشمهندس من الاخر الاستاتيكال سيستم بتاع الحيطه لو الاتش اكبر من 5 هو برضه فيكسد هنجد، بس يا باشمهندس الاحمال هنا غير الاحمال هنا، الحمل هنا مثلث واحد، امال الحمل هنا بيختلف حسب التوزيعه بتاعتك، ده بي الفا وبي بيتا حسب الميديم مول لانها بقت بنيام مول، فيبقى ده الكاونتر فورت. يبقى يا باشمهندس من الاخر الاستاتيكال سيستم بتاع الوول بكل بساطه حسب الارتفاع اللي اسمه اتش، لو الاتش اقل من 3 يبقى فري ات توب، لو الاتش من 3 ل 5 يبقى يا باشمهندس يا اما بيم التوب فري، يا اما بيم التوب من غير حاجه، يا اما بيم التوب وستاي حسب ال ال شورت بتاع الفلور. لو الاتش اكبر من 5 بستخدم بيم التوب يا اما بوست برضه ويست تاي او زاوت تاي حسب ال ال شورت، وبنستخدم كمان كاونتر فورت عشان نقلل الاحمال. وتعالى يا باشمهندس نبدا في المثال بتاعنا. المثال الجيفن داتا بيقول لك والله يا باشمهندس ان ارتفاع الخزان بتاعك 4 متر، ده شكل الخزان واضح خالص ان هو سوليد سلاب، الاف سي يو ب 30، الاف فيلد 350. المطالب يا باشمهندس اول حاجه بيعايز كومبليت ديزاين للخزان على انه سوليد سلاب، المطلوب الثاني عايز يعمل كومبليت ديزاين للخزان على انه فلات سلاب، المطلوب الثالث بيقول لك لو ارتفاع الخزان زاد عن 7 متر ارسم يا باشمهندس الاسترينج اكشن سكتش بس وزود اني كالكوليشن، وارسم كمان الاحمال وارسم الحديد، واخر مطلوب بيقول لك لو الكولم ار بيرميتد اونلي اون اوتر بارامتر، يعني متاح بس انك تحط اعمده خارجيه، قول لي يا باشمهندس الاستاتيكال سيستم المناسب للارضيه بتاعت سعادتك. تعالى يا باشمهندس لو سعادتك بصيت فانت عندك نوعين من المسائل، يا اما كومبليت ديزاين يا اما يا باشمهندس اسكتشات.
بالنسبه للكومبليت ديزاين دي خطوات الحل بتاعتها زي بالظبط الريكتانجولار تانك، بالنسبه للسكتشات بتبقى اسهل واسرع في الحل. فتعالى يا باشمهندس نشوف لو عايزين نعمل كومبليت ديزاين ايه هي الديزاين ستيبس اللي هنمشي عليها. اول خطوه يا باشمهندس انك هتحسب الكونكريت دايمنشن، هي بالظبط نفس خطوات الريكتانجولار تانك، مفيش اي اختلاف. يبقى الخطوه الاولانيه الكونكريت دايمنشن، الخطوه الثانيه انك تحسب الاحمال، الخطوه الثالثه اللود ديستريبيوشن، الخطوه الرابعه الاستاتيكال سيستم، الخطوه الخامسه ستريبس زائد ستريننج اكشن، الخطوه السادسه الديزاين، الخطوه السابعه الرينفورسمنت ديتيلز. يعتبر يا باشمهندس الخطوات الجديده عندنا في الوايت تانك اللود ديستريبيوشن، مش جديده قوي برضو، هي نفس اللي فاتت نفس الريكتانجولار. الاستاتيكال سيستم ده اللي اتكلمنا عليه في اول سلايدين، بعد كده الستريبس اند ستريننج اكشن فيها بس حته جديده وانت بتاخد الستريبات، بعد كده اللي جاي كله زي القديم، الديزاين زي القديم والرينفورسمنت ديتيلز زي القديم، كل اللي جاي ده زي القديم، حتى كونكريت دايمنشن واللودز زي القديم. فيعتبر بشكل اساسي دي الخطوات الجديده معانا في المساله دي. تعالى بقى يا باشمهندس نبدا باول مطلوب، عايز يعمل كومبليت ديزاين للوايت تانك على اساس ان الفلور سوليد سلاب. فتعالى يا باشمهندس نشوف هنحلها ازاي. الحل يا باشمهندس اول حاجه كونكريت دايمنشن، يبقى رقم واحد الكونكريت دايمنشن. الكونكريت دايمنشن زي ما اتفقنا قبل كده دايما التي فلور بتساوي التي وول بتساوي 300 فرد، وبعد كده بنعمل تشيك عليه. قال لك الحل او الخطوه الثانيه انك تحسب الاحمال، الاحمال عندنا نوعين من الاحمال، البي وول والدبليو فلور. البي وول دايما جاما وول في اتش وول، جاما ووتر في اتش ووتر اسف، يبقى 4 في 10 ب 40، والدبليو فلور جاما ووتر اتش ووتر زي الجاما كونكريت في التي فلور. التي فلور يا باشمهندس دايما ب 3 من 10 احنا فرضينها فوق اهي، ودايما الجاما كونكريت ب 25، فالرقمين دول دايما لما بينضربوا في بعض بيديك 7.5. فنقول لك يا باشمهندس دايما الدبليو فلور بتساوي الرقم ده اللي هم ال 40 زود عليها 7.5 فيبقى 47.5، فيبقى الرقم ده يا باشمهندس 47.5. الخطوه الثالثه اللود ديستريبيوشن، قال لك يا باشمهندس من هنا ابدا ركز بقى. اللود ديستريبيوشن زي ما قلنا دايما في الخزان المستطيل، كلمه السر في اللود ديستريبيوشن افرض الخزان، كلمه السر في اللود ديستريبيوشن افرض الخزان. يبقى احنا هنا يا باشمهندس هنفرض الخزان. يعني ايه افرض الخزان؟ ادي الخزان بتاعك، الحته دي حيطه، الحته دي حيطه، والحته دي حيطه، وده كمان حيطه، وده حيطه، كل دي حوايط بص ناحيتك، يعني طالعه في وشك دلوقتي. انا هعمل ايه؟ هفردها بس. فسعادتك لما تيجي تفرد الخزان هتلاقي ان انت وتفرد الخزان ادي الخزان بتاعك اتفرد، تبدا تكتب الابعاد. ده يا باشمهندس بعد الحيطه، يعني البعد اللي قدام سعادتك ده ارتفاع الحيطه، ما دي كانت الحيطه كانت قدامك كده طالعه في وشك، انا قيمتها كده، فده الارتفاع بتاع الحيطه. ارتفاع الحيطه كام؟ كان مديهولنا ب 4 متر، فيبقى البعد ده 4 متر. طب البعد ده كام؟ كان مدينا ده 4 وده 4 وده 4، يبقى ده كله 12 وده 4 متر، يبقى الابعاد بتاعتك 4 12 4. يا باشمهندس فردنا الخزان وكتبنا الابعاد. طب قول لي كده يا باشمهندس ابعاد الحيطه دي كام؟ البعد ده كله 12 والبعد ده 4 متر، فيبقى الحيطه 12 في 4. طب والحيطه دي 12 في 4، طب ودي 12 في 4، طب ودي 12 في 4. فقال لك بعد ما بتفرد الخزان بتسمي الحوايط حسب ابعادها، كل الحوايط اللي هي نفس الابعاد بسميها بنفس الاسم، كل الارضيات اللي هي نفس الابعاد بسميها نفس الاسم. كنا زمان بنسمي الارضيه اسم واحد لانها كانت ارضيه واحده، المره دي في الوايت تانك قال لك لا، ده الارضيه بتاعتك بقى ليها كذا شكل، بقى ليها كذا باكيه، كل باكيه ابعادها 4 في 4 فكلهم نفس الاسم. فيبقى هنا يا باشمهندس ده بي واحد وكل دول اف واحد. طب يا باشمهندس بعد ما فردت الخزان انا عايز اعمل لود ديستريبيوشن، فاعمل الاول لود ديستريبيوشن لاف واحد للفلور ولود ديستريبيوشن للوول. خطوه اللود ديستريبيوشن يعني بالنسبه للفلور بحدد نوعها هي 1 واي ولا 2 واي، بالنسبه للوول بحدد نوعها هل هي شالو ولا ميديوم ولا ديب. فتعالى كده يا باشمهندس بالنسبه للفلور اللي اسمها اف 1 ابعادها 4 في 4، ابعاد الفلور دي 4 متر في 4 متر. فعشان نحدد يا باشمهندس هي 1 واي ولا 2 واي كنا بنقسم ال ال لونج على ال ال شورت، فال ال لونج ب 4 وال ال شورت كمان ب 4 يديك 1، فيبقى نوعها 2 واي سلاب. طالما هي 2 واي سلاب تروح على طول يا باشمهندس على الخزان اللي انت فرده ده، دي اسمها اف 1 واف 1 واف 1 برضه، هتروح على الخزان وتقوم جاي عامل ان هي 2 واي، يعني في هنا احمال ماشيه في الاتجاهين. قيمتها كام؟ هنجيبها دلوقتي. قيمه الاحمال دي كام؟ هنجيبها دلوقتي يا باشمهندس. طب بعد ما جبنا يا باشمهندس ال لونج وال شورت وطلع معايا 2 واي،
بعد كده يا باشمهندس تبدأ تحسب الأحمال، توزع الحمل بتاعك. فعشان توزع الحمل يبقى أنت محتاج تجيب الدبليو ألفا والدبليو بيتا، فمحتاج تجيب الألفا والبيتا. طب أجيب الألفا والبيتا إزاي؟ ركز معايا بقى، محتاج نجيب الآر. الآر كانت بتساوي إم لونج في إل لونج على الإم شورت في إل شورت، والإمات دي يا باشمهندس بتعتمد على استمرارية البلاطة. فتعالى نتكلم على البلاطة دي مثلا، البلاطة دي مستمرة من الناحية دي مع مين؟ قال لك من الناحية دي يا باشمهندس مستمرة مع الحيطة دي ومع البلاطة دي. طب والناحية دي مستمرة مع البلاطة دي والبلاطة دي. طب بالنسبة يا باشمهندس للبلاطة اللي جنبها اللي هي دي، مستمرة كده مع مين؟ مع دي ومع دي، ومستمرة كده مع مين؟ مع دي ومع دي. هتروح تعمل كده يا باشمهندس مع جميع البلاطات، هتلاقي إن جميع البلاطات مستمرة من ناحيتين. فكنا بنقول لك يا باشمهندس إن الإم بتاعتك ليها 3 قيم، يا بواحد يا ب87%، يا ب76%. سيمبل، مستمرة من ناحية، مستمرة من ناحيتين. فاحنا عندنا دايما البلاطات مستمرة من ناحيتين، فدايما الإم بكام؟ ب76%. فيبقى الآر بتاعت سعادتك بتساوي إم لونج في إل لونج على الإم شورت في إل شورت. اتفقنا الإمات البلاطات كلها مستمرة من ناحيتين، فالإم 76%، فيطلع يا باشمهندس الآر بواحد. هتخش جراشوف، وخلي بالك ان احنا بنخش على الجدول بتاع جراشوف. ايه الجدول بتاع جراشوف ده؟ اللي هي الصفحه اللي فيها الجداول بتاع الالفا والبيتا، اخر جدول خالص. هتروح تخش بار بواحد، هيطلع معاك سبحان الله الالفا بتساوي البيتا بتساوي نص. طب عايزين نجيب الدبليو الفا والدبليو بيتا، الموضوع بسيط يا باشمهندس. الدبليو الفا بتساوي الدبليو بيتا بتساوي الدبليو فلور في الفا او في بيتا اللي هي في نص، يعني يطلع معاك ب 23.75. طب ده معناه ايه؟ ده معناه يا باشمهندس ان الحمل في الاتجاه ده 23.75، والحمل في الاتجاه ده 23.75. يعني يا باشمهندس الحمل ماشي في الاتجاهين بالتساوي وقيمته 23.75. ده بالنسبه للفلور اللي اسمها اف 1. طب بالنسبه للول يا باشمهندس، قال لك الول انا عايز احدد نوعها، شالو ديب ميديوم. 3/4 الخزانات الوايت تانك، مش عايز اقول لك ان كل الخزانات الوايت تانك الحيطه اللي فيها شالو، الحيطه بتاعت سعادتك بتطلع شالو وول. طب تعالى كده يا باشمهندس نعملها ازاي؟ قال لك كنا بنقسم ال على الاتش راجع الريكتانجولار تانك. كنا بنقسم يا باشمهندس ال بتاع الحيطه على الاتش. طب ال بتاعت سعادتك بكام؟ ب 12 متر، والاتش ب 4، فيبقى ال على الاتش 12 على 4 فيها 3، الكلام ده اكبر من 2، يبقى نوع الحيطه بتاعتك شالو وول. اول ما قلنا شالو وول سعادتك على طول تروح تحط الاسهم بتاعتك، يعني الحمل كله ماشي راسي وقيمة الحمل ب40 اللي هو البيول، لأن بتكلم على الحيطة، فيبقى الحمل اللي عليها اللي هو ال40، فيبقى ده الشكل بتاع اللود ديستريبيوشن. يبقى خطوة اللود ديستريبيوشن بوزع الأحمال على الأرضية، هل هي وان واي ولا تو واي، وبوزع الأحمال على الحيطة، هل الحيطة بتاعتي شالو ميديوم ولا ديب، وهلاقي إن الحيطان في الوايت تانك غالبا بتبقى شالو وود. طب بعد يا باشمهندس ما عملت خطوة اللود ديستريبيوشن، الخطوة الجاية إنك تعمل انك تاخد حاجه اسمها الاستاتيكال سيستم، انك تحدد الاستاتيكال سيستم. تعال بقى يا باشمهندس نشوف الاستاتيكال سيستم بيتعمل ازاي. الاستاتيكال سيستم انا بسميها عن نفسي خطوه الحيطه. طب ليه يا باشمهندس؟ ليه مش هنقول ليه الاستاتيكال سيستم بتاع الارضيه؟ لان انا لسه قايل لك يا باشمهندس ان الاستاتيكال سيستم بتاع الارضيه اصلا سوليد سلاب، ده احنا بنحل مساله سوليد سلاب. فبالتالي انا في الوايت تانك بسمي الخطوه دي خطوه الحيطه، الخطوه اللي بعرف فيها نوع الحيطه بتاعتي ايه. طب بحدد السجل السيستم بتاع الحيطه ازاي؟ حسب ارتفاع الحيطه. طب ارتفاع الحيطه يا باشمهندس بكام؟ ارتفاع الحيطه عندنا كان ب 4 متر. طب 4 متر دي يا باشمهندس دي اقل من 3 ولا من 3 ل 5 ولا اكبر من 5؟ دي من 3 ل 5. فكنا بنقول لك طالما هي من 3 ل 5 فانت هتستخدم بيم التوب. ده مبدئيا. طب البيم بتاعتك ويز تاي ولا وزاوت تاي؟ حسب ال ال شورت. طب ال ال شورت بكام؟ قال لك يا باشمهندس ال ال شورت ناس كتير بتتلخبط بتاخدها ب 4 متر. لان بيقول لك 4 في 4 مش هي الابعاد القاعده كانت 4 في 4 يبقى 4 متر على طول. قال لك لا، ايه ال ال شورت؟ قال لك ال ال شورت ركز معايا، هو طول الارضيه اللي ماسك في الحيطه. يعني ايه يا باشمهندس؟ الارضيه اللي ماسكه في الحيطه فين؟ هي الارضيه دي، بص دي الحيطه، انا برسم الحيطه دي، الحيطه كده صح؟ دي كده الحيطه. فقال لك الارضيه اللي ماسكه في الحيطه هي دي كلها، فيبقى ابعاد الارضيه اللي ماسكه في الحيطه كام؟ 12 في 12. ال ال شورت بكام بقى؟ ب 12، لانها هي 12 في 12. امال لو كانت 12 في 9 مثلا يبقى ال ال شورت بكام؟ ب 9. يبقى ال ال شورت بتاعتك يا باشمهندس طول الطول بتاع الارضيه اللي ماسك في الحيطه. فخد بالك يا باشمهندس ال 12 اللي احنا كاتبينها هنا دي
عشان الملحوظة اللي جاية دي. خلي بالك ان في حالة التعامل مع الحيطة باخد ابعاد الارضية اللي ماسكة في مين؟ في الحيطة. فالال شورت دي ب 12، والال شورت اللي ب 12 دي فهي كده اكبر من 6، فمعنى ان هي اكبر من 6 يبقى الكاميرا اللي انا هستخدمها فوق هستخدم معاها طاي، يعني شكل الخزان بتاعنا شكله عامل كده، وده الاستريكال سيستم بتاع الحيطة. طب تعالى يا باشمهندس، بعد ما حددنا السيجنال سيستم بتاع الحيطه نخش على الخطوه رقم 5، الاستريبس اند ستريننج اكشن. ادي يا باشمهندس الخزان باللود ديستريبيوشن بتاعته، تعالى ناخد الاستريبات. كنا في الخزان المستطيل بناخد استريبات حسب اتجاه الاحمال، لو سعادتك فاكر احنا عندنا اتجاه الاحمال عامل ازاي؟ في الحيطان راسي وفي الارضيه افقي وراسي، فسعادتك هتاخد استريبات افقي وراسي عشان تاخد كل الاحمال، يعني استريب كده واستريب كده. بص يا باشمهندس في المساله اللي معانا دي، الاستريب الافقيه هي هي الاستريب الراسيه. ليه يا باشمهندس؟ بص كده، لان الاحمال اللي على الارضيه، ركز في الحته دي، الاحمال اللي على الارضيه متساويه في الاتجاهين، وكمان جميع الحوايط نفس النوع بنفس الحمل، فيبقى الاستريب الافقيه هي هي الاستريب الراسيه. طب تعالى يا باشمهندس نرسم كده الاستاتيكال سيستم. لو خدنا الاستريب افقيه كده مثلا، عايزين نرسم الاستاتيكال سيستم. مبدئيا ده سوليد سلاب، فسعادتك بتاخد استريب 1 متر، فكل الاحمال دي هتنضرب في واحد فهتبقى بنفس القيمه. طب الاستاتيكال سيستم عامل ازاي؟ قال لك يا باشمهندس ده دي حيطه ودي حيطه، الحيطه بتاعتك ما بتبقاش افقيه كده، بتبقى راسيه، فيبقى هنا في حيطه راسيه وهنا في حيطه راسيه، صح كده؟ بعد كده يا باشمهندس الارضيه، ادي الارضيه بتاعت سعادتك. بعد كده نبدا نحط الركايز، ركز بقى، دي الركيزه الاولانيه كلها متفقين عليها، ودي الركيزه الثانيه. السؤال يا باشمهندس، الركايز دي مين؟ قال لك يا باشمهندس ناس كتير بتتلخبط وتفكر ان الركايز دي الكاميرات. لا يا باشمهندس، المكان اللي فيه حيطه ما بنحطش فيه كاميرا، لان الحيطه بتشتغل اكنها دي بيم، فيبقى الركايز دي يا باشمهندس دايركت مين؟ الحيطه، تمام كده؟ طب يا باشمهندس لما تاخد شريحه، ركز بقى، الكاميرا دي والكاميرا دي مش تعتبر ركيزه للبلاطه؟ يعني البلاطه بتاعت سعادتك دي في ركيزتين كمان هنا وهنا، يعني في هنا ركيزه وفي هنا ركيزه، ويبقى ده الاستاتيكال سيستم بتاعك. واوعى تنسى يا باشمهندس ان من دقيقه بالظبط لسه قايل لك ان الاستاتيكال سيستم بتاع الحيطه، ركز في الحته دي، فيكسد فري، فيكسد هنج اسف، عشان استخدمنا بيم التوب وستايل لو تفتكر. فسعادتك اوعى تنسى تحط لنا هنا ركيزه هنج، واوعى تنسى تحط لنا هنا ركيزه هنج. بتوع مين دول؟ بتوع الكاميرا الابر، فيبقى دول يا باشمهندس بتوع الكاميرا اللي فوق، فيبقى ده الاستاتيكال سيستم بتاعك. الاستريب دي بقى عليها شويه احمال، تعال نشوف يا باشمهندس هنجيبها ازاي، ركز بقى. طب خدت الاستريب افقيه وراسيه، فهي نفس الاسم الاستريب رقم 1 لانهم الاثنين بنفس الاحمال، وادي شكل الاستريب. اوعى تنسى يا باشمهندس الركيزه اللي فوق، لان انت عندك بيم التوب. وبعد كده يا باشمهندس دي استريب اسمها رقم 1، خدت استريب عرضها 1 متر، فتبقى دي الاستريب رقم 1 اللي عرضها 1 متر. الابعاد بتاعتك الارتفاع ده 4 متر لان ده ارتفاع الحيطه، كل حاجه من دول 4 متر لانه كان قايل لي دي 4 و4 و4، كان مداني في المساله. عايزين نحط الاحمال، وركز في الحته دي، عايزين نبدا نحط الاحمال. الحمل على الحيطه دايما حمل ايه؟ مثلث، قيمته كام؟ 40، فيبقى الاحمال على الحيطه مثلثه قيمتها 40. لو سعادتك رجعت للسلايد اللي فاتت كنت هتلاقي ان ال 40 دي وحدتها كيلو نيوتن على المتر المربع. امال ليه مكتوبه قدام سعادتك 40 كيلو نيوتن على المتر الطولي؟ اه يا باشمهندس عشان سعادتك واخد شريحه 1 متر، فيبقى دي 40 كيلو نيوتن لكل متر طولي. طبعا الارضيه في حمل موزع قيمته 23.75 من 100، اوعى حد يتلخبط ويحطها 47.5، احنا وزعنا الحمل، يبقى 23.75 من 100، وحدته برضه كيلو نيوتن لكل متر طولي. عايزين نبدا نرسم الاسترينج اكشن. قال لك عشان ترسم الاسترينج اكشن فانت في الحقيقه عندك نوعين من الاستريبات، يا اما الاستريب بتاعت سعادتك تبقى ستاتيكالي ديترمند، يا اما الاستريب بتاعت سعادتك تبقى ستاتيكالي ان ديترمند. امتى تبقى ستاتيكالي ديترمند؟ قال لك بتبقى ستاتيكالي ديترمند يا باشمهندس لو عندك الركيزه دي والركيزه دي بس، وما عندكش بقيه الركائز كلها الباقيه. امال تبقى امتى ستاتيكالي ان ديترمند؟ قال لك تبقى ستاتيكالي ان ديترمند لو عندك ركائز ثانيه غير الركيزتين دول. لو هي ستاتيكالي ديترمند فالموضوع سهل، بنرسمها استراكشر سهل خالص. امال لو ستاتيكالي ان ديترمند بنستخدم ستريم مومنت ايكويشن في الرسم. فخد بالك يا باشمهندس طالما عندك ركايز ثانيه غير الركيزتين دول فهنستخدم ستريم مومنت ايكويشن في رسم البندنج مومنت،
يبقى عشان نرسم البندنج مومنت عشان هي ستاتيكالي انديترمنت هنستخدم ستريم مومنت ايكويشن، وعشان تستخدم ستريم مومنت ايكويشن بنسمي كل ركيزه من دول باسم، فهنسمي دي ايه دي بي دي سي، وبالتماثل هتبقى دي سي دي بي دي ايه. فتعالى يا باشمهندس اي بي سي بالتماثل سي بي اي. عايزين نطبق ستريم مومنت ايكويشن، قول لي يلا يا باشمهندس هنطبقها كام مره؟ قال لك يا باشمهندس بتطبقها دايما عند النقط اللي مش عارف عندها العزوم بكام، العزمه عند النقطه ايه بصفر عارفه، يبقى مش هتطبق عنده ستريم مومنت ايكويشن. طبقها ليه؟ انا عارف ان المومنت هنا بصفر. العزمه عند النقطه بي مجهول مش عارفه، العزمه عند النقطه سي ما اناش عارفه، وبعد كده النقط دي بتتكرر تاني، يبقى سعادتك هتطبق ستريم مومنت ايكويشن عند النقطتين دول عند بي وسي. فتعال نطبق يا باشمهندس ستريم مومنت ايكويشن عند النقطه بي. قال لك ستريم مومنت ايكويشن لما تيجي تطبقها عند النقطه بي، افكرك بقى بالستريم مومنت ايكويشن، كنا بنقول لك ان ستريم مومنت ايكويشن بتقول المومنت قبل في المسافه قبل النقطه اللي بتطبق عندها ستريم مومنت ايكويشن زائد 2 المومنت عند النقطه في المسافه قبل زائد المسافه بعد زائد المومنت بعد النقطه في المسافه بعد بيساوي سالب 6 في الار الاستيك. والار الاستيك بتاعت سعادتك دي كنا اديناها لك كقيم حسب الاحمال، لو الحمل موزع ليه قيمه، لو الحمل مثلث من الاول للاخر ليه قيمه، لو حمل مثلث على ربع الارتفاع فيبقى ليه قيمه. فيبقى يا باشمهندس ستريم مومنت ايكويشن ادي الام اي مضروبه في ال اي بي زائد 2 الام بي في ال اي بي زائد ال بي سي زائد الام سي مضروبه في ال بي سي، الكلام ده بيساوي سالب 6 في الار الاستيك. هتيجي تعوض يا باشمهندس، هتعوض عن كل حاجه بقيمتها، والار الاستيك لان عندي حمل مثلث وحمل موزع، فالحمل المثلث كان دبليو في اتش تكعيب على 45، والحمل الموزع كان دبليو في ال تكعيب على 24، اهو معوض عنهم على طول. طلع معاك يا باشمهندس المعادله الاولانيه دي. بعد كده هتروح تطبق ستريم مومنت ايكويشن عند النقطه سي بنفس الكيفيه بالظبط، يطلع معاك دي المعادله الثانيه، هتحل المعادلتين مع بعض تجيب لها الام بي والام سي، يطلع لك باشاره يا اما تطلع سالب يا اما تطلع موجب. معنى الاشاره السالبه يا باشمهندس ان المومنت بتاعك هيترسم جوه الخزان. يعني ايه يا باشمهندس معنى الاشاره السالب؟ يعني المومنت عند بي هرسمه جوه الخزان، المومنت عند سي هرسمه جوه الخزان، المومنت عند سي جوه الخزان، عند بي جوه الخزان، دي معنى الاشاره السالب. طب لو كانت طلعت موجب معناه ان المومنتات تترسم بره الخزان، يبقى الاشاره يا باشمهندس بتقول لي هرسم المومنت فين، جوه الخزان ولا بره الخزان. بعد ما ساعدتك حددت المومنتات، يبقى يا باشمهندس تعالى بقى نرسم المومنت. ادي الاستاتيكال سيستم بتاعك، عايزين نرسم المومنت. طالما الاشارات طلعت سالبه يبقى المومنتات كلها جوه الخزان. طب عايزين نرسم اول مومنت، ده المومنت عند بي وده المومنت عند بي، قيمتهم كام يا باشمهندس؟ قيمتهم 35 37 45%، وده المومنت عند سي والمومنت عند سي قيمته 30 ونص. عايزين نرسم المومنت يا باشمهندس، فهتلاقي ان المومنت هنا لان ده مثلث حمل مثلث هيعلق لك بارابولا. طب البارابولا دي قيمتها كام؟ مالكش دعوه، مش عايزين نجيب القيمه هنا بكام، يعني بالاخر علق بارابولا بس مالكش دعوه القيمه بكام. طب عايزين يا باشمهندس نعلق بقيه البارابولات ما بين ده وده، هنعلق بارابولا. طب البارابولا بتاعت سعادتك بكام؟ خد بالك بقى كنا بنحسبها ازاي، بنوصل يا باشمهندس من النقطه دي للنقطه دي كده، وبعد كده بتعلق البارابولا وتقول لنا المسافه من هنا لهنا دبليو ال سكوير على 8، صح؟ الدبليو بكام؟ ب 23 75، ال ال بكام؟ ب 4، يبقى 23 75 في 4 سكوير على 8، كده انا جبت القيمه دي كلها. اطرح منها يا باشمهندس الشويه دول، طب الشويه دول بكام؟ قال لك ده متوسط المسافه دي لانها في النص بالظبط. طب المتوسط اجيبه ازاي؟ ده زائد ده على الاثنين، يبقى 37 45 زائد 30 ونص على الاثنين. يبقى القيمه دي يا باشمهندس 23 75 في 4 سكوير على 8 ناقص افتح قوس 37 45% زائد 30 ونص على الاثنين، يديك القيمه هنا بكام؟ ونفس الكلام هتعمله هنا ونفس الكلام هتعمله هنا. فيبقى يا باشمهندس القيم بتاعتك ادي المومنتات 13 ونص 17 13 ونص، وده المومنت. عايزين نرسم بقى النورمال يا باشمهندس. عشان نرسم النورمال قال لك يا باشمهندس زي ما قلت لك ان لو انت عندك لو عندك شريحه استاتيكالي انديترمنت، زي ما قلت لك ان احنا بنرسم المومنت بستريم مومنت ايكويشن، فبنرسم النورمال باننا بنفصل الليفت وول دايما. ركز في الحته دي. يبقى انت يا باشمهندس دلوقتي عندك دايما لما تلاقي ان الشريحه بتاعتك استاتيكالي انديترمنت يجي في دماغك حاجتين، اول حاجه ان المومنت بتاعك هيترسم او هيتحسب بستريم مومنت ايكويشن، تاني حاجه ان النورمال بتاع سعادتك هيترسم
انك تفصل الليفت وول لوحدها. يعني دلوقتي يا باشمهندس هجيب سكينة واقطع الليفت وول دي لوحدها، اما سعادتك تقطعها هيبان شكلها بالشكل ده. اهو خدت الحتة دي قطعتها. طب ليه دي بقت فيكسد؟ لاني بقول ان هي مستمرة يعني مع الحيطة، ماليش دعوة. طب يا باشمهندس بص كده ركز معايا، الارتفاع ده كام؟ قال لك الارتفاع ده ب 4 متر. كلام جميل. طب يا باشمهندس طالما سعادتك فصلت في باكيه استاتيكالي اند تيرمن، فبيظهر دايما الاسترينينج اكشن الداخليه. طب ايه الاسترينينج اكشن اللي هيظهر هنا؟ قال لك انا قطعت الحته دي، فيبقى الاسترينينج اكشن اللي هيظهر المومنت ده اللي بيشد جوه وبيضغط بره. فيبقى يا باشمهندس هيضغط هيظهر عند سعادتك هنا كمان مومنت بيشد جوه ويضغط بره. عايزين احنا نعمل ايه دلوقتي؟ نجيب الرياكشنات دي يا باشمهندس. الرياكشن اللي هنا هيشد في الارضيه، طب والرياكشن اللي هنا هيأثر على الكاميرا اللي هي العلويه التوب بين، هيأثر على الكاميرا اللي فوق. طب عايزين نجيب الرياكشن. قال لك اول حاجه يا باشمهندس ركز الحمل ال 40 ده، فيبقى الحمل بتاعك حمل مركز قيمته كام؟ قيمته 80. طب الحمل ال 80 ده يا باشمهندس عايزين نجيب الرياكشن بتاعه، او الاول بيأثر فين؟ بيأثر هنا على ارتفاع تلت الاربعه وهنا على ارتفاع تلتين الاربعه. طب عايز اجيب يا باشمهندس الرياكشن بتاعه، قال لك بسيطه خالص، هو بيأثر في التلت والتلتين، يبقى الركيزه القريبه بياخد تلتين قيمه الحمل والركيزه البعيده بتاخد تلت قيمه الحمل. يعني الركيزه دي هتاخد تلت ال 80 والركيزه دي هتاخد تلتين ال 80، واشارتهم او اتجاههم عكس اتجاه السهم ده. طب بالنسبه للعزم، قال لك بكل بساطه يا باشمهندس العزم بتاع سعادتك دايما بيدي رياكشنات عند الركيزه دي وعند الركيزه دي، بحيث يا باشمهندس ان العزم الناتج من الرياكشن يكون بيدور عكس العزم ده، فهتلاقي ان الرياكشن ده يا باشمهندس هيبقى الاتجاه كده والرياكشن ده اتجاهه كده، بحيث ان العزم يبقى عامل كده بيدور عكس العزم ده. طب قيمه الرياكشن بكام؟ قال لك قيمه الرياكشن يا باشمهندس بتساوي قيمه العزم مقسومه على الاسبان الكلي، يعني 37 45 مقسومه على الاربعه. فتلاقي يا باشمهندس ان قيمه الرياكشن ده حاجه بالمنظر ده كده، بص كده 39 9 36 و9 36. جبت منين القيم دي يا باشمهندس؟ جبتها 37 45 مقسومه على الاربعه. هجمع بقى يا باشمهندس ده على بعضه كل واحد باشارته، يبقى ده ناقص ده، واجمع ده على بعضه كل واحد باشارته يبقى ده زائد ده، فيديني يا باشمهندس ده 17 و3 وده 62 و7. طب بص يا باشمهندس القيمه دي رايحه فين؟ ايوه دي بتشد في مين؟ في الارضيه. ثانيه يا باشمهندس بتشد ايه؟ ما هي بتضغط اهي، ما هو السهم بيضغط على الارضيه اهو. اقول لك لا ده رياكشن، امال الاكشن؟ قال لك الاكشن دايما عكس الرياكشن، يعني لو ده يا باشمهندس الرياكشن ده الرياكشن بتاعك، فالاكشن عكسه على الارضيه. قيمته كام؟ 62 و7. بيعمل ايه ده في الارضيه بقى؟ بيشد. اقنعك بحاجه تانيه، ان المثلث بتاع الميه اللي على الحيطه ده بيضغط على الحيطه من جوه لبره، بيضغطها كده، فده بيعمل ايه في الارضيه؟ بيشد في الارضيه. فيبقى قيمه يا باشمهندس الحمل ده هتروح شد على الارضيه، ده في مشكله. طب بالنسبه للقيمه دي يا باشمهندس ركز في الكلام ده بقى كويس، بالنسبه للقيمه دي اسف بس همسح الحته دي، بالنسبه للقيمه دي قال لك دي رايحه للقمر اللي فوق. يعني ايه؟ بص كده، هو مش يا باشمهندس اللي احنا عملناه ده او اللي احنا فصلناه ده، ده متر من الحيطه؟ متر ازاي يعني؟ اه متر، لان يا باشمهندس الشريحه اللي احنا واخدينها دي اصلا كانت استريب عرضها 1 متر، فيبقى ده عرض 1 متر. يعني الرياكشنات دي بتيجي كل قد ايه؟ بتيجي كل متر، صح كده؟ الرياكشن ده يا باشمهندس هيروح للكاميرا. بص كده هشرحها لك هنا، الكاميرا بتاعت سعادتك اللي فوق كاميرا كلوزد لوب كده، وعشان سعادتك اللي شورت بتاعتك اكبر من 6 حطيت لنا طاي في كل ركن، طاي هنا وطاي هنا وطاي هنا وطاي هنا، يبقى كاميرا وشويه طيات. الحمل ده بيعمل ايه بقى؟ الحمل ده يا باشمهندس بيأثر على الكاميرا، بس كل متر، ما هوش مركز يعني حمل موزع. طب بيأثر على الكاميرا ازاي؟ بيفتح الكاميرا من جوه لبره، قيمته 17 و3 من 10، عامل كده. يبقى لو عايزين ان شاء الله نصمم الكاميرا اللي فوق، يبقى الحمل اللي عليها قيمته 17 و3 بيفتح الكاميرا من جوه لبره، ويا باشمهندس حمل موزع، لان الاستريب اللي احنا واخدينها دي ده استريب كل واحد متر، اللي هي ده اصلا الشكل ده كل واحد متر، فيبقى الحمل ده جاي لي كل واحد متر، فبيأثر على الارضيه بتاعتي، بيأثر على الكاميرا بتاعتي كل ايه؟ كل متر. فتعالى كده يا باشمهندس ده الكلام ده هنصمم قدام الكاميرا، فده خليك بس فاكر ان الكاميرا عليها حمل موزع قيمته 17
وتلاتة، والأرضية بتاعت الخزان عليها حمل شد قيمته 62.7. فتعالى كده نبص يا باشمهندس، يبقى الأرضية عليها شد ب62.7. طب بالنسبة للحيطة، قال لك المفروض في شد على الحيطة كان بيبقى قيمته مثلث، لو سعادتك فاكر كان بيبقى قيمة الشد اللي على الحيطة ده مثلث، أكبر قيمة ليه هنا وأقل قيمة ليه فوق بصفر. وقد قيمة المثلث ده لو تفتكر دبليو في ال على الاتنين، كنت بتاخد الحمل على الأرضية تضربه في ال على الاتنين. بس ده امتى؟ ده لو كان عندك يا باشمهندس مفيش ركايز في النص، فكان الاستاتيكال سيستم بتاع الأرضية سيمبل، فكان الرد الفعل دبليو في ال على الاتنين فعلا. أمال يا باشمهندس وجود الركايز اللي في النص هيخلينا نجيب رد الفعل هنا ازاي؟ انك تحل بالثري مومنت ايكويشن، تجيب المومنتات اللي هنا وتفصل وتجيب الرياكشنات. موضوع كبير قوي. طيب يا باشمهندس تسهيلا بس للحل هنعمل ايه في الامتحان يا باشمهندس؟ وركز في الحته دي، في الامتحان هنرسم شكل الشد بس على الحيطه ومش هنحسب قيمته. اتفقنا مع الدكتور على كده في الواي تانك بس، وباكد اهو في الواي تانك بس يا باشمهندس، هنرسم شكل الشد على الحيطه ومش هنحط يا باشمهندس القيمه بكام. يبقى في الواي تانك هنرسم شكل الشد بس مثلث ومش هنحط القيمه بكام. السؤال يا باشمهندس كده رسمت المومنت والنورمال، السؤال عايز اصمم، اصمم ايه؟ قال لك بنصمم دايما اكبر سيكشن ووتر سايد سيكشن. طب مبدئيا تعال نحدد في تماثل، فاللي هعمله هنا هو اللي هنا في تماثل. فين السكشن الووتر سايد؟ قال لك السكشن الووتر سايد هحددهم لك اهو. بص كده، ده اول سيكشن ووتر سايد، ووتر سايد يعني الشد جوه الخزان. تاني سيكشن، هل ده سيكشن ووتر سايد؟ لا، ده المومنت ده بره الخزان، فيبقى ده اير سايد ماليش دعوه بيه، ده سيكشن ووتر سايد. يبقى كام سيكشن؟ تلاتة. تعال نرسمهم تحت، ادي واحد اتنين تلاتة. قال لك بنصمم دايما اكبر سيكشن ووتر سايد سيكشن. طب مين فيهم اكبر سيكشن؟ قال لك السيكشن ده والسيكشن ده المومنت عندهم واحد ب37.45. فاللي هيحكمك مين؟ النورمال. لو سعادتك رحت حسبت النورمال ده بالطريقه الصعبه هيطلع لك ان النورمال ده اقل من النورمال ده، فدايما السيكشن اللي هنا هو اللي بيكسب اكبر مومنت مع اكبر نورمال السيكشن ده. طب بالنسبه لده، لا ده اصلا المومنت عنده صغير فمالناش دعوه بيه. يبقى دايما يا باشمهندس في الخزان الوايت تانك هنصمم السيكشن ده. فتعالى كده يا باشمهندس نصمم، هتلاقيها بنصمم السيكشن ده اللي هو السيكشن رقم واحد. الام وركينج بكام؟ 37.45. الكي وركينج بكام؟ 62.7. بقول وركينج ليه؟ لان سعادتك ما خدتش اي معاملات امان. بعد ما رسمنا الاستريب اند ستريننج اكشن، الخطوه اللي عليها الدور يا باشمهندس انك تعمل ديزاين. الخطوه دي المفروض انها ما اشرحهاش، لان سعادتك المفروض بتصمم بقالك كام سيكشن بتصمم خزانات، واول سيكشن اصلا خالص في المنهج قلنا لك ازاي بنصمم السكاشن كلها. فانا هقولها لك بس سريعا افكرك. هنعمل ديزاين لسيكشن واحد بس، ووتر سايد سيكشن. السيكشن ده اللي هو السيكشن اللي اسمه رقم واحد، كان سيكشن في الارضيه، فكانت التي فلور ب 300 اللي احنا كنا فارضينه، والام وركينج كانت ب 37.45، والتي وركينج ب 62.7. عشان تصمم بنعمل ثلاث خطوات. الخطوه الاولانيه تشيك كونكريت دايمنشن. الكونكريت دايمنشن حسب الستريننج اكشن اللي عندك غالبا بيبقى عندك ام وتي، فبيطلع ان الكونكريت دايمنشن 50 جذر الام زائد 30. الام بتاعتك بتعوض عنها بالكيل نيوتن متر وركينج، خد بالك، فيبقى 50 جذر ال 37.45 زائد 30 يطلع معاك يا باشمهندس ب 335.98 من 100 ملم، يعني يا باشمهندس تقريبا 400 ملم. ده بالنسبه للتي فلور. يعني يا باشمهندس بالاخر اللي جاي كله هشتغل على 400، ال 300 دي كانت فرض ايه؟ غلط مش صح. بعد كده يا باشمهندس بتروح تعمل تشيك ستريس. افكرك بس بالتشيك ستريس، بنحسب حاجه اسمها الاف اكشوال وبنحسب حاجه اسمها الاف الاوبل وبنقارنهم ببعض. والله لو الالاوبل اكبر من الاكشوال سيف، لو الالاوبل مش اكبر من الاكشوال يعني الالاوبل اقل من الاكشوال، سعادتك بتروح تغير الكونكريت دايمنشن تاني، تكبرها تاني وتروح تعمل التشيك ستريس تاني، ما بترجعش تاني من الاول. طب تعالى يا باشمهندس، الاف اكشوال بتساوي الام وركينج على الزد زائد التي وركينج على الايه. الزد بكام؟ ابعاد القطاع اللي عندنا لو سعادتك خدت بالك، ادي القطاع انا واخد استريب عرضها 1 متر، يعني العرض ده يا باشمهندس العرض ده 1 متر، والسمك ده يا باشمهندس 400 ملي يعني 4 من 10 متر، فيبقى ده الابعاد بتاعتنا 4 من 10 في 1 متر. فيبقى الزد دايما كنا بنقول لك بي في التي تربيع على 6، يعني 1000 في 400 تربيع على 6. طب والايه؟ 1000 في 400، وعشان هنعوض بالملي لان الالاوبل بالملي، فاحنا هنقارن اسف الالاوبل بالميجا باسكال، فاحنا بنحول كل حاجه بنيوتن ملي متر. فعشان نحول يا باشمهندس لنيوتن ملي متر
هنضرب الام وركينج دي في 10 اس 6. وخلي بالك وركينج تاني باكد الستريس ستريس والكونكريت دايمنشن وركينج 37 45% في 10 اس 6 على 1400 تربيع على 6 وتعوض هناك تي وركينج يطلع معاك ب 1.56. طب بعد ما جبت الاف اكشوال المفروض اجيب الاف الاول. عشان نجيب الاف الاول الاول بنجيب حاجه اسمها التي في. التي في بتساوي التي اللي عندك مضروبه في 1 زائد الاف سي ان على الاف سي ام. الاف سي ان ده الاستريس الناتج من النورمال فورس، الاف سي ام الاستريس الناتج من الايه من المومنت. يعني هتحسب دي لوحدها وتحسب دي لوحدها وتحط قيمه ده في البسط وتحط قيمه دي في ايه في المقام، فيطلع معاك يا باشمهندس التي في ب 400 وشويه. ال 400 دي هتخش الجدول من 400 ل 600، فيطلع لك ان الايتا اي الايتا واحد دي الايتا اي بتساوي 1.4. طب بعد ما جبت يا باشمهندس الايتا اي بتروح تحسب الاف اللابل. قال لك الاف اللابل يا باشمهندس بتساوي الاف سي تي ار على الايتا اي. طب الاف سي تي ار بكام؟ 6 من 10 جذر الاف سي يو على الايتا اي، فيطلع لك ب 2.35. ده الالاوبل. الالاوبل ب 2.35 والاكشوال ب 1.56، فالالاوبل اكبر من الاكشوال يبقى سيف سيف انك تستخدم الكونكريت دايمنشن ب 400 عادي خلاص. بعد ما خلصت التشيك ستريس بخش على حاجه اسمها الديزاين. اول ما تيجي يا باشمهندس لكلمه ديزاين حول الاستريننج اكشن عندك من وركينج الالتيميت اول خطوه. يبقى اول ما نيجي للديزاين بنحول الاستريننج اكشن اللي عندنا من وركينج لالتيميت، دي اول حاجه. فيبقى نجيب الام التيميت تطلع ب 56 والتي التيميت ب 94. بعد كده يا باشمهندس بصمم عادي خالص ام وتي. بجيب حاجه اسمها الاي ام على التي، بعد كده بجيب تي على الاثنين ناقص الكفر، بعد كده بقارن ده بده. لو طلعت الاي اكبر من تي على الاثنين ناقص الكفر زي ما هي عندنا يبقى اسمها حاجه اسمها بيج اكسنتريستي. يعني بستخدم الام التيميت اس ابروتش، وطالما سعادتك هتستخدم الام التيميت اس ابروتش فبنجيب حاجه اسمها الاي اس. تفكرك بقى بيها، بجيب حاجه اسمها الاي اس اللي هي بتساوي الاي ناقص التي على الاثنين ناقص الكفر. يعني بنطرح الرقم ده من الرقم ده يدينا الاي اس. بعد كده بنجيب حاجه اسمها الام التيميت اس اللي هي بتساوي التي التيميت في الاي اس، يعني بتساوي يا باشمهندس 94.5% مضروبه في بوينت 447، فيطلع معاك ب 42. بعد كده بتمسك المومنت ده وركز، بتمسك المومنت ده تصممه بالسي 1 جي. طب بص يا باشمهندس ادي قانون السي 1 جي لو سعادتك فاكر، الدي بتساوي سي 1 جذر الام التيميت في 10 اس 6. طب الدي بكام؟ قال لك دايما يا باشمهندس الكفر بناخده ب 500 ب 50 اسف، فيبقى الدي بكام؟ 400 ناقص 50. حتى هنا الكفر ودي ب 50 اهو، الكفر في الديزاين بناخده ب 50. امال يا باشمهندس لو جالك ام سي كيو، لو جالك في الامتحان ام سي كيو وقال لك الكفر بتاع الغطا بكام او الكفر بتاع الفرش بكام، ارجع للسيكشن اللي احنا شرحناه ازاي تحسب كفر الفرش وكفر الغطا. امال في الديزاين دايما هناخد الكفر ب 50، فيبقى الدي ب 350. الام التيميت خد بالك ناس كتير بتتلخبط وتروح تعوض بالمومنت ده يا باشمهندس. طبعا الكلام ده غلط، انا بصمم انهي مومنت؟ بصمم المومنت اللي اسمه ام التيميت اس اللي هو ال 42. يبقى 42 في 10 اس 6 على 1000 في 30، فيطلع معاك السي 1 يا باشمهندس بقيمه رقم. هتروح تجيب الجي من الجدول .826. بعد كده يا باشمهندس تروح تصمم اريا اس بتساوي 1 على بيتا كراك. انا فرضت ان هو فاي 12 فبيتا كراك ب 92%، لان الاف فيلد كانت ب 350 وانا فرضت ان انا هستخدم فاي 12، فطلعت البيتا كراك ب 92%. اجي اعوض هيطلع لك ده ب 724. هتروح يا باشمهندس تحولها الاسياخ. خلي بالك انا فرضت ان هي فاي 12 عشان كده عوضت بيتا كراك ب 92%، فلما جيت حولت الاسياخ فاي 12 فطلع معايا 7 اسياخ فاي 12. وبكده يبقى سعادتك صممت الخزان. المفروض انك ترسم الرينفورسمنت ديتيلز. قبل ما نرسم الرينفورسمنت ديتيلز ساعات بيطلب طلب كده يا باشمهندس ويقول لك صمم لي الكاميرا اللي هي العلويه التوب بيم، عايزين نصممها. تعالى يا باشمهندس احسب لك الاستريننج اكشن اللي على التوب بيم، وسعادتك هتصمم بنفس الكلام ده بالظبط. يعني انا هجيب لك دلوقتي الام وركينج والتي وركينج وهترجع انت تصمم بنفس الكلام ده بالظبط، اللي على مين؟ اللي على الابر بيم. تعالى يا باشمهندس نشوف لو عايزين نصمم الابر بيم اصممها ازاي. ادي شكل الابر بيم بتاعتك، كنا مستخدمين بيم التوب وستاي، ادي الكاميرا وادي الطاي. طب كاستاتيكال سيستم، ادي الاستاتيكال سيستم بتاعك، الكاميرا بتاعتنا خط في السنتر لاين وادي خط في سنتر لاين الطيات. طب الاحمال اللي بيأثر عليها كام؟ الحمل اللي بيأثر عليها صح يا باشمهندس، حمل بيأثر موزع من جوه لبره زي ما جبناه او زي ما حسبناه كان ب 17.3. عايزين بقى يا باشمهندس نحسب البندنج مومنت والنورمال فورس للشكل ده. هديك شويه قوانين سعادتك هتستخدمهم اول ما يقول لك الابر بيم، هترزع القوانين دي وتصمم على طول. ف
فركز في الحته اللي جايه دي. عايزين يا باشمهندس نرسم البندنج مومنت، فرسمه المومنت بتاعك هتبقى حاجه بالشكل ده. بنعتبر ان الطيات ركايز، فيبقى المومنت بتاعنا سالب عند الطيات وسالب عند الاركان ويقلب موجب، وصفر على الطاي، الطاي مش شايل مومنت. قيمه اي مومنت داخلي بدبليو ال سكوير على 12، الدبليو بكام؟ 17 و3. ال بكام؟ ب 4 متر. يبقى 17 و3 في 4 سكوير على 12 يديك كل المومنتات الداخليه ب 23 و1. قيمه اي مومنت خارجي دبليو ال سكوير على 24. قيم حفظ، ده سهل جدا، يعني الابر بيم دي اسهل حاجه لانها قيم محفوظه مش هتفكر فيها. يبقى اي مومنت داخلي بدبليو ال سكوير على 12، واي مومنت خارجي بدبليو ال سكوير على 24. الدبليو 17 و3، ال ب 4 سكوير على 24، فيطلع معاك ب 11 53. لو سعادتك عايز ترسم النورمال، ادي شكل النورمال بتاعك وافهمك دلوقتي جه منين. النورمال بتاعنا يا باشمهندس نورمال صغير ونورمال كبير. ليه النورمال هنا كبر؟ مع ان سعادتك لو تفتكر، لو ده شكل الكاميرا بتاعتنا، ركز معانا، ركز معايا، وكان عندك حمل موزع بيأثر من جوه لبره كده، فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول لك يا باشمهندس انك بتركز الحمل ده صح، وتاخد نص الحمل ده، الحمل ده بيتركز كده بيشد في الحيطه دي وفي الحيطه دي، وتاخد نص الحمل ده يشد في الحيطه دي بالكامل، ونص الحمل ده يشد في الحيطه دي بالكامل. يعني يا باشمهندس كان الشد دايما ثابت على الحيطه، امال اللي هنا متغير؟ قال لك بص يا باشمهندس، الشد ده فعلا الحته ده ايه فعلا هي نفس القيمه اللي كنت بتركزها دبليو في ال على الاثنين. يعني انت مش كنت بتركز دبليو في ال على الاثنين، المره دي دبليو في ال على الاثنين، بس انهي ال بقى؟ الاربعه مش كلها. يعني الحته دي يا باشمهندس دبليو في ال على الاثنين الشد ده، امال الشد هنا زاد ليه؟ هو المفروض فعلا كله ده عليه دبليو في ال على الاثنين، بس الحته دي لوحدها، الحته دي لوحدها اللي هي من هنا لهنا عليها شد اضافي. طب الشد الاضافي ده جه منين؟ قال لك جاي من الطاي، لان الطاي عليه شد، فالشد اللي في الطاي ده يا باشمهندس بالتحليل بيشد كده، وكان اصلا في شد ناتج من دبليو في ال على الاثنين، فالشد ده زائد ده يزود لك الشد ده شويه، يبقى الشد ده زاد ليه؟ عشان الشد اللي في الطاي بس. فيبقى يا باشمهندس ده الشكل عامل كده ليه؟ عشان يا باشمهندس الشد اللي في الطاي بيزود. طب تعال نجيب القيم، دايما كل دول شد، كلهم اشارتهم موجب. الشد اللي هنا دبليو في ال على الاثنين 19 و3 في 4 على الاثنين، فيديك اي قيمه صغيره من دول 34 و6، لان الدبليو ثابته والال ثابته. طب الشد الكبير ده 1.5 دبليو في ال، بالتحليل بقى وحللنا ورحنا حسبنا القيم طلع معانا 1.5 دبليو في ال، يبقى اي قيمه كبيره من دول 1.5 دبليو في ال 103.8. طب الشد يا باشمهندس على الطاي 1 على جذر 2 في الدبليو في ال، يبقى اي قيمه من دول 1 على جذر 2 في الدبليو في ال 19 و3 و4 برضه، يبقى 48 و94. كده يا باشمهندس حسبنا الاسترينج اكشن. عايزين نصمم، بنصمم اكبر سيكشن ووتر سايد سيكشن. دايما الووتر سايد سيكشن عندنا هنا جميع المومنتات اللي جوه الخزان كلها قيمه مومنت 23 و1، لان قلت لك كل المومنتات اللي جوه الخزان قيمتها ده بيقول سكوير على 12، فخلاص يبقى انا هصمم اي واحد في دول. طب اصمم انهي واحد؟ اصمم اللي قدامه اكبر نورمال. طب فين السكشن اللي قدام اكبر نورمال؟ انا شايف ان السكشن ده او السكشن ده اللي هما دول، ده او 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 ده، كل دول، اسف ده لا، ثواني ده لا يا باشمهندس، كل دول عليهم نفس المومنت 23 و1، وكل دول عليهم نفس النورمال اهم، هرسم لك كده اهم، عليهم نفس النورمال، وهو اكبر نورمال بالمناسبه. يا سعادتك تصمم اي واحد في دول، انا هصمم ده. يا سعادتك لما تيجي تصمم، صمم اي واحد في دول، انا هصمم لك بقى ايه ده، او انا اخترت ده يعني. فسعادتك هتلاقي ان المومنت عندك ب 23 و1 والنورمال ب 103.8، فتروح يا باشمهندس تصمم زي السلايد اللي فاتت بالظبط، تشيك كونكريت دايمنشن، تشيك ستريس، وبعد كده اخر حاجه تصمم، هتلاقي ان هي برده بيجي سنترس نفس الكلام بالظبط، نفس السلايد اللي فاتت. طب تعالى يا باشمهندس لو عايزين بقى نرسم تفاصيل التسليح بتاعت الخزان، هتلاقي ان تفاصيل التسليح بتاع الوايت تانك بيترسم في سيكشن اليفيجن، برسم اليفيجن موضح فيه تسليح البلاطه والكاميرا والارضيه، البلاطه والحيطه، وبرسم كمان بلان اوضح فيه تسليح الارضيه بس. يبقى في الوايت تانك برسم حاجتين، برسم سيكشن اليفيجن بوضح فيه تسليح الارضيه
والحيطه، وبرسم كمان يا باشمهندس بلان اوضح فيه تسليح الارضيه. بس يا باشمهندس لو هنرسم ده الكونكريت دايمنشن بتاعتنا، برسم الكونكريت دايمنشن ازاي؟ كان في كاميرا فوق، فرسمت الكاميرا الاول، بعد كده الحيطه، ما عملتش اي هنشاط لان 400 مش محتاج هنش. وبعد كده يا باشمهندس حطيت الكاميرات بتاعتي. غلطتك في الامتحان انك بترسم هنا كاميرا، هنا يا باشمهندس مفيش كاميرات زي ما اتفقنا ان الدي بي الوول بتشتغل اكنها ايه، دي بيم. نص الرسمه هرسم فيها كونكريت دايمنشن، والنص التاني هرسم فيه التسليح، وده الاليفيجن. الكونكريت دايمنشن بكل بساطه التي فلور بتساوي التي وول بتساوي 400، لان احنا لما عملنا تشيك ستريس طلع ب 400. هاخد العرض ده ب 400، وعرض الحيطه دي، عرض اسف الكاميرا دي ب 400، والدبس بتاع الكاميرا هاخده ب 600. دي حاجه اوبشنال ليك براحتك، هوحد الابعاد زي ما احنا بنوحدها كده وخلاص. فيبقى كله 400، ودي 400 و400، والحته دي 600، والحته دي ب 600. طبعا عايزين نرسم التسليح. ادي يا باشمهندس شكل التسليح بتاعك، هنفرده دلوقتي وبعد كده بنرسم الحديد منقط. التسليح ده يا باشمهندس زي بالظبط، ركز في الحته دي، التسليح بتاعك شبه بالظبط تسليح الريكتانجولار تانك. خلي بالك النقط دي ساعات بتطلع فوق السيخ، يعني ساعات بنحط النقط فوق السيخ حسب بقى انت واخد الاتجاه بتاعك دبليو الفا ولا دبليو بيتا، مش فارقه يعني. خلينا هنا ايه، النقط تحت السيخ مش فارقه قوي. يبقى ده يا باشمهندس شكل التسليح بتاعنا. طب ده شبه الريكتانجولار تانك بالظبط. طب كتفريد، ادي التفريد بتاعك، التفريد اللي التسليح اللي في الحيطه، ادي تسليح الحيطه. خدناه يا باشمهندس كمان كان لمين؟ للكاميرا. يعني هنستخدم تسليح الحيطه كان للكاميرا، وهنا يا باشمهندس تسليح الارضيه. انا صممت مين؟ انا صممت السكشن ده. فالسكشن ده يا باشمهندس الحديد اللي فيه كان 7 في 12، يعني الحديد اللي هنا المفروض 7 في 12، والسكشن اللي هنا المفروض اقل منه. قال لك انا هاخد السكاشن الرئيسيه اللي هي ووتر سايد سكشن صريحه كلها 7 في 12، لان ما صممتش. يبقى ده كان ووتر سايد سكشن، وده ووتر سايد سكشن، وده كان ووتر سايد سكشن اللي هو كان هنا، فكلهم 7 12. ممكن تخلي ده بقى 6 12، بس هخليه هو كمان 6 7 12. اي سكشن اير سايد سكشن هخليه 6 12، ده كان اير سايد سكشن وده كان اير سايد سكشن، فده 6 12 وده 6 12. امال الحديد ده؟ قال لك بص كده يا باشمهندس، المومنت كان مرسوم كده، مومنت هنا سالب ومومنت هنا سالب ومومنت هنا موجب، صح؟ فهنا في حديد رئيسي سالب، وكان فينا مومنت سالب لو تفتكر، ومومنت كان عامل كده. فكان هنا في حديد رئيسي سالب، خلينا نرسمها كده، فينا حديد رئيسي سالب، وحديد رئيسي هنا سالب، وحديد رئيسي هنا موجب. امال في نص البحر مفيش حديد المفروض، بس السمك ده كام؟ 400 اكبر من 160، دي سوليد سلاب، فبنستخدم مينيمم رينفورسمنت هنا اللي هي ايه؟ شبكه انكماش. طب المينيمم كام؟ 6 فاي 12. يبقى دي الوحيده اللي بتتحط مينيمم رينفورسمنت اللي هم 6 فاي 12. طب الحديد الموزع المنقط ده، قال لك حديد المنقط ده يا باشمهندس بيتاخد 6 فاي 12 مينيمم. يعني الحديد المنقط ده كله 6 فاي 12، لان ما فيش اي حمل في الاتجاه الايه؟ الافقي في الحيطه، كل الاحماك الرئيسيه بس، وده اللي هيشيلها الحديد الرئيسي بس. يبقى ده يا باشمهندس شكل التسليح بتاعنا في الاليفيجن. لو هنرسم بلان، لو ساعات خدت بالك بس في الاليفيجن، هرجع كده تاني. ادي الاليفيجن بتاعك، بص كده يا باشمهندس، التسليح بيتواصل عند الكاميرا السفلي وطالع برجل الفوق. فلو جيت كده يا باشمهندس، ادي التسليح بتاعك واصل عند الكاميرا وطالع برجل الفوق، واصل عند الكاميرا وطالع برجل الفوق، وادي التسليح ده. طب بالنسبه للعلوي، قال لك العلو بتاعك الرئيسي عند الكاميرات، وده نازل برجل سوليد سلاب عاديه خالص، والثانوي في النص. القيم بتاعتك كل القيم اللي بالاحمر 6 12، القيم اللي بالازرق واللي بالاسود، اسف، كل القيم اللي بالاحمر 7 12، القيم اللي بالازرق واللي بالاسود 6 12 او 7 12، مش فارقه قوي يعني، السيخ ده مش هيزعلنا في حاجه. طب يا باشمهندس ده في اتجاه اكس، هل في تسليح في الاتجاه الثاني؟ اه، لان هنا كان في دبليو الفا ودبليو بيتا، كان في حمل ماشي في الاتجاهين. نفس التسليح ده بالظبط في الاتجاه الثاني، هو هو اخوه نفس الشكل برضه، تسليح سفلي بيتواصل عند الكاميرات، وتسليح علوي فوق الكاميرات، يا برجل يا اما مستمر، وتروح تحط تسليح ثانوي. يبقى ده يا باشمهندس شكل التسليح في البلان. وبكده نبقى خلصنا السوليد سلاب، خلصنا ديزاين الوايت تانك از سوليد سلاب. المطلوب الثاني يا باشمهندس كان طالب منك ديزاين برضه، او ميك كومبليت ديزاين، بس على انها فلات سلاب. ده جديد، اللي فات ما كانش جديد، اللي فات يا باشمهندس كان سهل وكان ممكن تحله بسهوله. اللي جاي ده بقى جديد، من دلوقتي لحد اخر البرزنتيشن الكلام اللي جاي ده جديد. قال لك يا باشمهندس مبدئيا عشان تعمل كومبليت ديزاين انا همشي نفس الخطوات بالظبط. هنا في شويه حاجات جديده وفي شويه حاجات قديمه. خلينا في الايه؟ الاول نبدا كده مع بعض. اول خطوه الكونكريت دايمنشن، نفس الكلام اللي فات.
بس خلي بالك بقى، نتيجة يا باشمهندس إن سعادتك هتستخدم فلات سلاب، يعني هتخلي الأرضية متشالة دايركت على الأعمدة، فأنا بخاف على الأعمدة اللي هيحصل لها بانشنج. وطالما العمود هيحصل له بانشنج، فالحل بتاعه حاجة من الاتنين، يستخدم كولم هيد يستخدم دروب بانل. فهتلاقينا يا باشمهندس في الخزانات دايما بنستخدم دروب بانل دايما، يعني بنحط دايما دروب بانل او بنسقط باك يا ساطة من عند العمدان. فهتلاقي ان الشكل بتاع الكونكريت دايمنشن بتاعك حاجة بالشكل ده. ايه الشكل ده يا باشمهندس؟ ده الدروب بانل. طب ركز معايا، تعالى يا باشمهندس، اول حاجة دي اسمها التي فلور ودي اسمها التيول، هفرضهم ان هما ب 300. طب يا باشمهندس الدروب بانل ده قد ايه؟ قال لك الدروب بانل بنسميه تي دروب، والتي دروب ده اهي بتتاخد من ربع النص التي فلور، من ربع النص التي فلور. هاخدها دايما انا بنص، يعني نص في 300 ب 150. طب بالنسبه لعرض الدروب بانل، العرض ده قد ايه؟ قال لك بنسمي العرض ده ال دروب. طب ال دروب بكام؟ قال لك بتساوي ال 2 على الاثنين. ايه ده يا باشمهندس؟ ايه ال 2 دي؟ قال لك ال 2، خد بالك يا باشمهندس، ال 2 ما انا شغال فلات سلاب، والفلات سلاب كان بيقسم لنا البواكي ال 1 وال 2. ال 2 هو الطول القصير للباكي، وال 1 هو الطول الطويل للباكي. يعني يا باشمهندس لو دي الفلات سلاب بتاعتك، فكنا بنقول لك ان الباكيه دي، الباكيه دي، دي كده باكيه اسمها باكيه فلات سلاب، الطول ده يا ال 1 يا ال 2، الطول ده يا ال 1 يا ال 2. الطول الطويل فيهم بنسميه ال 1، الطول القصير بنسميه ال 2. لحسن الحظ عندنا ده 4 وده 4، يعني ده 4 متر وده 4 متر، فال 1 او ال 2 مش فارقه، انا هسمي ده ال 2 وهسمي ده ال ايه؟ ال 1. فركز معايا يا باشمهندس، يبقى ال 2 بكام؟ ب 4، يبقى 4 على ال 2 ب 2 متر. وكده خلصت الكونكريت دايمنشن. الخطوه الثانيه اللودز، نفس اللي فات بالظبط، هو 40 و47 ونص. الخطوه الثالثه اللود ديستريبيوشن. كلمه السر في اللود ديستريبيوشن افرد الخزان، كلمة السر في اللود ديستريبيوشن افرد الخزان يا باشمهندس. فسعادتك يا باشمهندس هتيجي تفرد الخزان، هتلاقي ان الخزان بتاعك حوايطه عملت كده، الحوايط كلها ابعادها نفس اللي فات 12 في 4، فكلها نفس الاسم. تبدأ تسمي بقى الاسماء بتاعتك كلها دبليو 1، والارضية بتاعتنا كلها على بعضها اسمها اف 1. بعد ما تعمل اللود ديستريبيوشن تبدأ بقى تمسك الول وتحدد نوعها. نوع الول بتاعتك ايه؟ قال لك هنقسم 12 على 4 تطلع معاك ب 3، يبقى نوعها شالو نفس اللي فات. طب بالنسبه للارضيه، الحته دي جديده، الحته دي يا باشمهندس جديده على فكره، انا متوقع يا باشمهندس انك بتكتب معايا، فسعادتك ابدا اكتب بقى الحاجات اللي انا بقولها دي، لان الكلام ده الكلام ده ايه مهم. ركز بقى، عايزين يا باشمهندس نعمل لود ديستريبيوشن للفلور الفلات سلاب. اعملها ازاي؟ قال لك انا في الحقيقه في الخطوه دي مش هعمل لود ديستريبيوشن، وركز في الكلام ده، اللود ديستريبيوشن هنا مش هيتعمل في الاحمال، هيتعمل في الاستريننج اكشن، لانها طريقه تربيه. انا هحل دلوقتي يا باشمهندس باستخدام طريقه تربيه. لو عايز تحل الكلام ده اكزاكت، بيتحل ببرامج، بيتحل بالساب، الخزان الوايت تانك فلات سلاب بيتحل اكزاكت بالساب. انا هحل بطريقه تربيه. اول حاجه في الطريقه التربيه، اول حاجه تفتكرها يا باشمهندس فلات سلاب، ان في خطوه اللود ديستريبيوشن واحنا بنعمل لود ديستريبيوشن للفلور، هنمسك شريحة عرضها ال 2. يعني يا باشمهندس من الاخر هجيب الاحمال لشريحة عرضها ال 2. انا هنا جايب الاحمال لشريحة عرضها كام؟ لشريحة، مش لشريحة خالص، جايب الاحمال على متر مربع. همسك دلوقتي يا شريحة عرضها ال 2 واجيب لها الاحمال. طب اجيب الاحمال ازاي؟ ده الشريحة اللي عرضها ال 2 فيها احمال حيطة واحمال ارضية. طب عايز اجيب يا باشمهندس احمال لشريحة عرضها 1 متر، كنت بتعمل ايه؟ تضرب ده في 1. امال المره دي، ده المره دي هجيب الاحمال اللي شرعها عرضها ال 2، فاضرب ده الارقام ده هي في ال 2. فقال لك يا باشمهندس عشان احل بطريقه تقريبيه، فبحسب الاحمال في خطوه اللود ديستريبيوشن، بحسب الاحمال اللي شرعها عرضها ال 2. يبقى يا باشمهندس نحسب البي وول اللي شرعها عرضها ال 2، فنضرب البي وول في ال 2، يعني 40 في 4 ب 160. نحسب الاحمال الدبليو فلور اللي شرعها عرضها ال 2، فاضرب 47 ونص في 4 تطلع ب 190. وهقول لك هنستخدمها ازاي دلوقتي، هنستخدم الاحمال دي ازاي، هقول لك دلوقتي. وبكده تبقى خلصت خطوه اللود ديستريبيوشن. الخطوه اللي عليها الدور الاستاتيكال سيستم، انا بسمي الخطوه دي خطوه الحيطه. تاني يا باشمهندس، الاستاتيكال سيستم في الوايت سباق في الوايت تانك بسميها خطوه الحيطه، لان بالنسبه للارضيه انا محسوم امرها، هي فلات سلاب خلاص مش هفكر فيها. طب بالنسبه للحيطه، الحيطه اللي اسمها دبليو 1 يا باشمهندس نفس اللي فاتت، نفس الابعاد، ابعادها ارتفاعها 4 متر، يعني هي من 3 ل 5،
يبقى بيم ات توب، والال شورت بتاعتك ب 12 فهي اكبر من 6، يبقى ايه؟ يبقى بيم ات توب ويست هاي. نفس الكلام بالظبط، 4 متر من 3 ل 5 وال 12 اكبر من 6، يبقى ساعتها هتستخدم بيم ات توب ويست ايه؟ ويست هاي. يعني نستخدم بيم ات توب وكمان بتاي. يا باشمهندس شكل الخزان بتاعنا هيبقى عامل كده، وده الاستاتيكال سيستم بتاع الحيطه. بعد ما خلصت الاستاتيكال سيستم، الخطوه رقم 5 الاستريبس اند ستريننج اكشن. ده يا باشمهندس اللود ديستريبيوشن اللي احنا وصلنا له، اللي احنا وصلنا له في السلايد اللي فاتت، ده اللود ديستريبيوشن. وكنا وصلنا يا باشمهندس ان الاحمال اللي اسمها 40 دي انا استغنيت عنها وحطيت حمل اسمه ايه؟ 160، اللي هو 40 في 4 في الشريحه اللي اسمها L2. والاحمال بتاعت الارضيه اللي اسمها 47 ونص انا شلتها خالص وحطيت حمل اسمه 190، اللي هو 47 ونص مضروبه في 4 اللي هي في L2. طب عشان نرسم الاستريننج اكشن، قال لك مبدئيا يا باشمهندس شكل الاسترب عشان بس تبقى عارف نفس اللي فات. ادي يا باشمهندس الاسترب بتاعتك، ركز معايا بقى في الحته دي، ادي الاسترب حيطه وارضيه، هحط هنا ركايز. قول لي بقى الركايز دي بتاعت مين؟ ايوه صح يا باشمهندس، الركايز دي بتاعت الحيطه مش بتاعت الكاميرات، مفيش كاميرات اصلا. امال الركايز دي بتاعت مين؟ بتاعت الاعمده اللي هي الكولم ستريبس. طب يا باشمهندس احط ركيزه هنا ولا ما احطش؟ لسه في السلايد اللي فاتت قايلين ان انا احط ركيزه هنا لان هستخدم بيم وستاي ات توب. فيبقى ده شكل الاستاتيكال سيستم. طب عايزين نرسم الاسترينينج اكشن، ركز بقى. قال لك لرسم الاسترينينج اكشن هنمشي 4 خطوات. يبقى سعادتك عشان نرسم الاسترينينج اكشن هنعمل 4 حاجات. اول حاجه يا باشمهندس هنرسم الاستاتيكال سيستم ونحط عليه الاحمال لشريحه عرضها L2. يبقى رقم 1 ارسم الاستاتيكال سيستم وحط الاحمال اللي انت حسبتها لشريحه عرضها L2. ده الكلام ده سهل خالص. ادي الاستاتيكال سيستم بتاعك، هحط الاحمال لشريحه عرضها L2 فهتبقى الحوايط عليها مثلثات بس الاحمال مش ب 40، ب 160 اهي يا باشمهندس. والارضيه عليها حمل موزع بس الحمل اللي مش عليها مش 47 ونص، امال كام؟ 190، اللي هي الاحمال بتاعت الشريحه ال ايه؟ L2. الابعاد كام بقى؟ 4 4 4 كلها 4. دي اول خطوه، رسم الاستاتيكال سيستم وضع الاحمال المحسوبه للشريحه عرضها L2. قال لك الخطوه الثانيه يا باشمهندس بنرسم حاجه اسمها الام نوت والان نوت. موضوع بسيط قوي، شايف اللي احنا رسمناه ده الاستاتيكال سيستم بالاحمال دي، ابدا ارسم لها الام والنورمال، مومنت ونورمال. بس مش هرسم مومنت ونورمال بالستير مومنت ايكويشن، هسهل عليك واقول لك في الفلات سلاب، لانه طريقه تقريبيه هديك قيم للمومنت محفوظه على طول، لان الطريقه بتاعتك طريقه تقريبيه. فلو عايزين نرسم المومنت يا باشمهندس، ده شكل المومنت زي بتاع السوليد سلاب بالظبط، نفس الشكل بس مش هحسبه بقى. امال هقول لك ايه؟ هقول لك ان قيمه المومنت ده يا باشمهندس دبليو ال سكوير على 10. ركز في الكلام ده، دبليو فلور بتاع L2 اللي هي الدبليو فلور دي اللي هي ال 190 مضروبه في L1 سكوير. ايه بقى L1 دي يا باشمهندس؟ قال لك ال L1 ده الاتجاه الثاني، لو دي كانت L2 يبقى L1، يعني L1 ده الطول الطويل. امال الطول الطويل بكام؟ قال لك الطول الطويل عندنا كله ب 4، فال L1 بتاعتنا كانت بكام؟ ب 4 متر. فيبقى دبليو فلور 190 في 4 سكوير على 10 يديك يا باشمهندس 304. اوعى تروح تحسب بالستري مومنت ايكويشن، طريقه تقريبيه. بعمل ايه؟ احمل الاول الاستاتيكال سيستم بتاعي بالاحمال بتاعت شريحه عرضها L2، بعد كده ارسم لها مين؟ المومنت. المومنت بتاعك دبليو ال سكوير على 10. بعد كده هترسم النورمال، هاخد المومنت ده بس هصغره واكتبه هنا عشان السلايد دي هتفضل ثابته معانا الايه؟ الشريحه الجايه كمان. المومنت ده هكتبه هو ماكش دعوه بالحته دي يعني. طب بالنسبه للنورمال يا باشمهندس، قال لك بالنسبه للنورمال نفس الكلام، شكل النورمال بيشد على الارضيه ومثلث على الحيطه. المثلث اللي على الحيطه مالناش دعوه بيه، كل سنه وهو طيب، هنرسمه ونسيبه مالناش دعوه بيه خالص. طب بالنسبه للارضيه، قال لك بالنسبه للارضيه برضه يا باشمهندس مش هتحسب اي حاجه ولا هتروح تفصل ولا اي حاجه، امال ايه؟ هنديك قيمه. طب قيمته كام؟ قيمته تركيز المثلث نص في بي في اتش، نص في 160 في 4، ركزت المثلث بس. يبقى قيمة يا باشمهندس النورمال تركيز المثلث، القيم دي حفظ. يبقى المومنت دبليو ال سكوير على 10 والال دي اللي هي ال 1 والنورمال البي في الدبليو في اتش. طب البي انهي؟ اللي هي بتاعت شريحة عرضها ال 2، فيبقى نص في 160 في 4 يطلع لك ب 320. القيمة دي يا باشمهندس نصغرها وهنحطها هنا، ادي القيمة بتاعتك، اسف ده المثلث اهو، مالناش دعوة بقيمة، مالناش دعوة بقيمته، ده شكل المثلث بس اللي هو المثلث شد اللي على الحيطة. وادي يا باشمهندس الان نوت بتاعتك. بعد ما رسمت الام نوت والان نوت، الخطوه اللي عليها الدور الخطوه رقم 3 انك توزع الكلام ده على الكولم ستريب والفيلد ستريب. يبقى يا باشمهندس عشان ارسم الاسترينج اكشن
اول خطوه عملناها ان احنا رسمنا الاستاتيكال سيستم، وبعد كده حطينا عليه الاحمال لشريحه عرضها L2. الخطوه الثانيه رسمنا للكلام ده المومنت والنورمال بقيم محفوظه، دبليو في ال سكوير على 10 والنص البي في ال، نص البي في الاتش اسف. الخطوه الثالثه قال لك يا باشمهندس مش ده الام نوت والان نوت اللي انت جبتهم؟ قال لك الام نوت والان نوت دول لمين؟ لشريحه عرضها L2. لو سعادتك بصيت شويه في الشريحه اللي عرضها L2 هتلاقي يا باشمهندس ان الشريحه دي جواها حته كولم ستريب وحته فيلد ستريب. ارجع بقى للفلات سلاب، ما الفلات سلاب عرض الكولم ستريب L2 على L2، فيبقى عرض الكولم ستريب بنص الحته دي بس. طب والحته والنص الباقي فيلد ستريب، فهتلاقي يا باشمهندس ان جوه ال L2 بنقسمها لحته كولم ستريب وحته هنا وحته هنا فيلد ايه؟ فيلد ستريب. فانا عايز بقى اوزع المومنتات والنورمال دول على الكولم ستريب والفيلد ستريب. فقال لك يبقى الخطوه الثالثه انك توزع المومنت ده على الكولم ستريب والفيلد ستريب. فهنرسم المومنت الكولم ستريب والفيلد ستريب. الموضوع بسيط قوي. قال لك يا باشمهندس المومنت بتاع الكولم ستريب بكل بساطه بيساوي 75% من المومنت الايه؟ الاصلي. يعني الام بتاع الكولم ستريب 75% من الام نوت. تاخد الرسمه ده هي وتضرب 75% في القيمه ده في 304 فيديك 228. طب بالنسبه للفيلد ستريب، قال لك الفيلد ستريب هو اتبقى كام من الام نوت؟ ده انا خدت 75% الكولم ستريب. طب والفيلد ستريب؟ تاخد 25% من المومنت. فيبقى الفيلد ستريب 25% من المومنت، نفس الرسمه بالظبط 25% من المومنت، ده يعني 25% في 304. الخطوه رقم 4 انك ترسم النورمال. يبقى الخطوه رقم 3 رسمنا المومنت، المومنت 75% للكولم ستريب 25% للفيلد ستريب. طب بالنسبه يا باشمهندس للنورمال، قال لك بكل بساطه الكولم ستريب زي فيلد ستريب في النورمال، الاثنين بياخدوا نص مين؟ نص النورمال. يبقى الكولم ستريب بياخد نص النورمال، ادي يا باشمهندس نفس الشكل بالظبط بس اضرب ده في نص يديك 160، والفيلد ستريب بياخد نص النورمال برضه فيبقى يا باشمهندس 160 برضه. يبقى بكل بساطه سعادتك يا باشمهندس خليك بس ماشي معايا واحده واحده. اول حاجه ارسم الاستاتيكال سيستم وحط عليه الاحمال نتيجه شريحه عرضها L2. رقم 2 روح يا باشمهندس ارسم الام والان للشريحه دي. رقم 3 ارسم الكولم ستريب، او اسف وزع المومنتات على الكولم ستريب، فتلاقي ان الكولم ستريب بياخد 75% والفيلد ستريب بياخد 25%. رقم 4 احسب النورمال او وزع النورمال على الكولم ستريب والفيلد ستريب، فتلاقي ان الكولم ستريب زي الفيلد ستريب في النورمال، الاثنين بياخدوا نص الايه؟ نص الان. طب بعد ما عملنا الكلام ده يا باشمهندس كده رسمنا الاسترينج اكشن، الخطوه اللي عليها الدور انك تعمل ديزاين. هصمم اكبر سيكشن ووتر سايد سيكشن، هتلاقي ان اكبر سيكشن في الكولم ستريب هو السيكشن ده، هو اكبر سيكشن اصلا الكولم ستريب لان فيلد ستريب المومنتات فيها صغيره. يبقى الكولم ستريب يا باشمهندس هو السيكشن ده، الام وركينج 228 والان وركينج ب 160. السلايد الجايه سلايد تصميم، فهتلاقيني عاملها من غير اي انيميشن، هي نفس اللي فاتت بالظبط يا باشمهندس، نفس اللي فاتت تيبيكال، نفس الديزاين بالظبط. طلع معايا 10 فاي 18، وخد بالك ان التي بتاعتنا طلعت ب 800. التي بتاعت سعادتك لما جيت عملت التشيك طلع ب 800، يعني ما ينفعش معايا 300، طلع بكام؟ ب 800. فهنستخدم هونش. بعد كده يا باشمهندس المفروض تعمل ديزاين، او اسف المفروض ترسم الريفورسمنت ديتيلز. ادي يا باشمهندس الشكل بتاعنا ده الكونكريت دايمنشن، لو سعادتك خدت بالك مفيش هنا كاميرات، وادي الكاميرا بتاعتك، ادي اسف العمود، وده الكولم، وده اسف هونش، وده الدروب بانل. ايه ده يا باشمهندس؟ ثانيه بقى ركز معايا، كنا من دقيقتين راسمين الرسمه كده، لو سعادتك فاكر هرسمها لك كده بسرعه. ادي الرسمه بتاعتك، كنا راسمين الرسمه كده، دي الرسمه بتاعتك مرسومه كده، معلش الخطوط دي مستقيمه ماشي، يعني الخط ده مستقيم وخط ده مستقيم. فيا باشمهندس ايه بقى اللي جد ده؟ ليه الحته دي بقت عامله كده؟ قال لك يا باشمهندس انا لما جيت صممت طلع معايا ان التي هنا 800، صح؟ ركز معايا في الكلام ده، طلع ان التي هنا بكام؟ ب 800، واحنا كنا فارضين ان التي هنا بكام؟ 300. قول يا عم هنخليها 400، في مشكله؟ التي دروب بكام؟ دايما بتتاخد اقصى حاجه ليها نص، ده يعني بقت كام؟ بقت 200. وانا عايز العرض كام؟ وانا عايز العرض 800، يعني عايز يا باشمهندس الدبس الكل هنا يبقى 800 ما يبقاش 200 و400. فاعمل ايه؟ قال لك هعمل هونش، والهونش ده كمان يكون ايه؟ 200. يعني يا باشمهندس اما كانت التفصيله كده هي صح مش غلط،
بس لو كنت عملت تشيك وطلع ان يا باشمهندس محتاج 600 بس، فكنت هكتفي لحد هنا بس، مش هعمل الهونش ده. امال الهونش ده عملته ليه؟ لان اما فرضت ده 400 وساعتها هيبقى ده ب 200، لان النص ده يبقى ده كله 600 وانا عايز 800، اعمل ايه؟ اعمل هونش كمان ب 200. فعشان كده يا باشمهندس عملت الحته دي. طب ركز كده يا باشمهندس، تعالى بقى نكتب الابعاد، نص ابعاد ونص تسليح. ادي الابعاد بتاعتك زي ما حكيت لك 400 200 و200، والحته دي 2 متر زي ما احنا حسبناها في الاول، والحته دي كلها 8 من 10 وعملت هنا هونش برضو، والحته دي ب 4 من 10، ودي يا باشمهندس تاخدها ب 4 من 10 ماشي، تاخدها ب 3 من 10 براحتك، والكاميرا ب 6 من 10. ده يا باشمهندس الابعاد بتاعتك. عايزين نرسم التسليح، ادي شكل التسليح نفس اللي، بص التسليح اللي ظهر قدامك ده نفس اللي فات بالظبط، بس لو خدت بالك الحته دي ب 2 متر، فمش منطقي يا باشمهندس انك تروح توصل الحديد السفلي ببعضه. امال بنعمل ايه؟ بنوقف الحديد السفلي يا باشمهندس على مسافه هنا اسمها ال ايه؟ ال انكروج. المسافه من هنا لهنا اسمها ال انكروج، اللي هي المسافه دي، والمسافه من هنا اللي اسمها ال ايه؟ انكروج برضه، اللي هي المسافه دي. بكام بقى؟ مش مهم تحسبها، بس تبقى عارف ان انت لو فلات سلاب بنوقف الحديد لحد هنا بس، ما بندخلوش في بعض. ده نفس شكل الحديد اللي فات بالظبط في السوليد سلاب، هو امال ايه اللي هيفرق؟ قال لك اللي هيفرق هنا حاجتين، تسليح الحته دي وتسليح الهونش. تسليح الهونش دايما بيتعمل خط كده موازي للهونش، وتسليح الحته دي هيتعمل حرف يو كده. بعد كده تحط التسليح الحديد المنقط بتاعك، وادي تسليح الهونش بالحديد المنقط. بعد كده يا باشمهندس تفرد الحديد، هتلاقي ان هو نفس التفريد اللي فات، بس خد بالك يا باشمهندس ان الحديد اللي هنا السفلي زي ما قلت لك هيطلع هنا برجل وهيقف هنا بس، الحته دي ال انكروج والحته دي ال انكروج وده حرف اليو. وبالنسبه للحديد العلوي ده فلات سلاب، فوصلات الحديد العلوي في نص البحر، فيبقى يا باشمهندس ادي الحديد العلوي بتاعك واصله هنا فين؟ في نص البحر، وده يا باشمهندس نازل برجل. طب انا صممت مين؟ انا صممت السكشن ده، كان طلع معايا 10 في 18، فده يا باشمهندس 10 في 18، وده زي 10 في 18، وده الرئيسي 10 في 18. ساعتها من حقك تاخد ده بقى 6 12 زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، قلت لك ان ده ممكن كنا ناخده 6 12 بس اخدت 7 12 لان مش فارقه السيخ ده. امال هنا ده 10 18 وانا مش محتاج هنا اي حاجه، ده مينيموم. فناخد ده يا باشمهندس 6 12 6 12 6 12 6 12، كل الكلام ده مينيموم. يبقى ده يا باشمهندس شكل التسليح بتاعك لو انت عندك فلات سلاب ويز دروب. لو عملنا الهونش ده يا باشمهندس عشان احنا كنا محتاجين 800. جميل يا باشمهندس. طب لو عايزين يا باشمهندس نرسم البلان، اتفقنا بقى ان دايما بنرسم سيكشن اليفيجن وبلان. ادي البلان بتاعك، ايه المربعات دي؟ قال لك المربع ده يا باشمهندس ده شكل الدروب بانل، ده شكل مين؟ الدروب بانل بتاعك. المفروض في مربع كبير كمان بتاع الهونش، بس سيبك منه، يعني في مربع اكبر من ده شويه اللي هو اسقاط الهونش من تحت، بس سيبك منه مش هنعمله. طب بص كده يا باشمهندس، ده الدروب بانل، اسف، المربع الكبير بتاع الدروب بانل، المفروض في مربع اصغر منه شويه بتاع مين؟ بتاع الهونش، مالناش دعوه بيه. طب يا باشمهندس لو عايزين نرسم التسليح، فالتسليح بسيط، الوصلات بتاعت الحديد عند الكولم ستريب السفلي، وصلات الحديد العلوي في نص البحر بس، في لا سلاب عاديه خالص. فادي يا باشمهندس التسليح بتاعك زي ما انت خدت بالك في اللي فات برضو، التسليح السفلي ده طالع برجل، فتلاقي التسليح السفلي هنا برضو ايه؟ طالع برجل هنا وطالع برجل هنا وهنا ايه؟ مستمر. طب بالنسبه للعلوي هاخد سيخ، ده بالنسبه للسفلي برضو في الاتجاه الثاني، هاخد سيخ يا باشمهندس اوصله في نص البحر، وبعد كده اعمل وصله هنا ووصله هنا. طب اشمعنى وصلت في الحته دي؟ لان الطول ده 12 ما ينفعش اخد السيخ ده على بعضه، فوصلت في نص البحر هنا ووصلت في نص البحر ايه؟ هنا. ونفس الكلام في الاتجاه الثاني، القيم بتاعتك كل اللي بالاحمر 8 10، كل اللي بالازرق 6 12. ده يا باشمهندس بالنسبه للفلات سلاب. يبقى الموضوع بتاع الفلات سلاب سهل، هي بس الفكره في اللود ديستريبيوشن بتاعته، امشي بالخطوات زي ما انا قلت هتلاقي ان الموضوع تافه خالص في الفلات سلاب. طيب يا باشمهندس بعد كده قال لك بعد ما خلصنا ده، بعد ما خلصنا فلات سلاب، هتلاقي ان المطلوب رقم 3 بيقول لك لو ارتفاع الحيطه بتاع سعادتك بقى اكبر من 4 متر بقى 7 متر، هتروح يا باشمهندس ادي الخزان بتاعنا الارتفاع بتاع الحيطه ب 7 متر، عايز يحط ستاتيكال سيستم للول للحيطه بتاعتنا. طب عشان نحط ستاتيكال سيستم للول سعادتك، اول حاجه مبدئيا بالنسبه للارضيه مش فارقه حاجه عن السوليد سلاب، هي نفس الدبليو الفا ونفس الدبليو بيتا، هيها بالظبط، لانها مش فارقه حاجه، اللي فرق ارتفاع الحيطه، فده اللي هيفرق معانا في الاستاتيكال سيستم بتاع الحيطه بس. طب الاستاتيكال سيستم بتاع الحيطه ده ارتفاع الحيطه بقى ب 7 متر، اسف دي 7 متر، ارتفاع الحيطه بتاع سعادتك ب 7 متر. طب 7 متر دي مالها؟ دي اكبر من 5، فارتفاع الحيطه اكبر من 5، ده معناه ايه؟ معناه ان انا هستخدم كاونتر فورت. طب استخدم كام كاونتر فورت؟
قال لك يا باشمهندس الكاونتر فورت المسافه بينه وبين الكاونتر فورت اللي بقى التاني من 3 ل 4 متر عشان تبقى ايه مناسبه. فانا عندي ده كله 12 متر، الحيطه كلها كانت 12 متر، فانا حطيت اتنين كاونتر فورت 4 و4 عشان تبقى مسافات 4 4 4. طب الكاونتر فورت ده يبان ازاي في البلان؟ قال لك لو سعادتك فردت الحيطه، انا فردت الحيطه في البلان، فهتلاقي ان الكاونتر فورت ده بيبان خطوط كده في البلان. اسف، الاول ده اللي سجل سيستم في تمام، ده ما احنا عارفين ان هو بينجد، ادي الكاونتر فورت اهو بيبان خطوط في البلان، ده واضح، ده فيكسد، في فيكسد انجن لان انا حاطط الكاميرا فوق، فيبان يا باشمهندس خطوط في البلان. ركز بقى، انا عملت ايه؟ انا عايز ارسم، انا كده خلاص قلت السيجنال سيستم بتاع الوول، بعد كده كان طالب مني ارسم الاسترينج اكشن، ارسم الاحمال لود ديستريبيوشن، ارسم اللود ديستريبيوشن، ارسم استرينج اكشن، ارسم رينفورسمنت ديتيلز. انا هرسم معاك اللود ديستريبيوشن، الباقي سهل، الباقي زي اللي فات. ركز بقى معايا في الحته دي، اخر سلايد، ركز معايا. انا عايز يا باشمهندس اعمل لود ديستريبيوشن للحيطه، اعمله ازاي؟ قال لك مبدئيا كده الحيطه بابعادها الجديده ما عادتش 12 في 4، امال الحيطه بقت كام في كام؟ بقت 4 في 4. فحضرتك هتقسم 4 على 4، الكلام ده ما بتكتبوش في الامتحان، انا بعمل لود ديستريبيوشن سكتش بس وزود اني كالكوليشن. 4 على 4 عشان كده ما كتبتش في البرزنتيشن. 4 على 4 بكام؟ بواحد. نوع الحيطه دي ايه؟ نوع الحيطه دي ميديوم، يعني الحيطه بتاعت سعادتك دي ميديوم تانك، يبقى الحيطه بتاعت سعادتك دي ميديوم ما هياش شالو. طب معنى ان هي ميديوم كنت بتعمل ايه؟ كنت بتروح تحسب، راجع بقى الريكتانجولار تانك، كنا بنروح نحسب حاجه اسمها البي الفا وحاجه اسمها البي بيتا. مش مشكلتي تحسبهم ازاي، ولا هقول لك نحسبهم ازاي، مشكلتي يا باشمهندس كلها ان عايزك ترسمهم انت هنا. ارسمهم ازاي؟ ركز بقى، الحته دي مهمه جدا، ازاي ارسم البي الفا وارسم البي بيتا، كلام مهم قوي. بص يا باشمهندس، انا دلوقتي جوه دي، جوه الحيطه دي، الحيطه دي يا باشمهندس ارسم فين البي الفا وارسم فين البي بيتا؟ في حمل هيترسم كده وفي حمل هيترسم كده، مين فيهم البي الفا ومين فيهم البي بيتا؟ طبعا يا باشمهندس دلوقتي سعادتك بتفكر بدون اي تفكير، يعني البي بيتا في الاتجاه الطويل، البي الفا في الاتجاه القصير. تيجي تتفاجئ يا باشمهندس تلاقي ان الطول ده ب 4 متر والطول ده ب 4 متر، يا دي النيله، يعني همشي فين البي الفا وفين البي بيتا برضو انا مش عارف. قال لك يا باشمهندس قاعده، قاعده في السوليد سلاب، كنا بنقول لك ان دايما وانت بتعمل لود ديستريبيوشن اعتبر الطول الطويل هو الطول الاقل في الاستمراريه. يبقى خدها قاعده يا باشمهندس، الطول الطويل هو الطول الاقل في الاستمراريه. بص كده، الحيطه دي في الاتجاه ده مستمره من كام جهه؟ مستمره هنا مع الارضيه وهنا مش مستمره مع حاجه. طب في الاتجاه ده مستمره هنا مع الحيطه دي ومستمره هنا مع الحيطه دي، يعني يا باشمهندس الحيطه بتاعت سعادتك في الاتجاه ده مستمره من ناحيه وفي الاتجاه ده مستمره من ناحيتين. اقول لك يا باشمهندس قاعده واكتبها عندك، ان دايما الطول الطويل هو الطول الاقل في الاستمراريه، يعني يا باشمهندس البيتا هتمشي في الطول الطويل، فين في مين فيهم الطول الاقل في الاستمراريه؟ هو الطول ده، فيبقى السهم ده يا باشمهندس عليه البي بيتا، يبقى هنا هنتكتب البي بيتا. امال السهم ده؟ قال لك السهم ده يا باشمهندس عليه البي الفا، يبقى هنا ده البي الفا. يبقى خد بالك يا باشمهندس ان الطول الاقل في الاستمراريه هو الطول الطويل دايما، جت منين؟ كنا بنقول لك يا باشمهندس ان عشان تجيب البي الفا والبي بيتا بتجيب حاجه اسمها الار، اللي هي بتساوي ام لونج في ال لونج على ام شورت في ال شورت، صح؟ طب بص كده، لو عايزين يا باشمهندس نجيب الار اجيبها ازاي؟ الكلام بسيط، ال ال لونج وال ال شورت بكام؟ انا جوه الحيطه دي، ده ال ال لونج ب 4 وال ال شورت ب 4، وكان في شرط في سنه تانيه ان الار بتاعتك لازم تبقى اكبر من الواحد، لازم الار بتاعت سعادتك تبقى اكبر من واحد. طب عشان الار تبقى اكبر من واحد يبقى لازم غصب عني الام لونج تبقى اكبر من الام شورت. فكنا بنقول لك يا باشمهندس ان الاتجاه الطويل هو الاتجاه الاقل في الاستمراريه، لان الاتجاه الاقل في الاستمراريه هيديك ام لونج اكبر، هيديك 87% لانها مستمره من ناحيه، والام شورت هتبقى 76% لانها مستمره من ناحيتين. فنقول لك دايما يا باشمهندس ان الاتجاه الطويل هو الاتجاه الاقل في الاستمراريه عشان يديك ام اكبر، فالام الكبيره هتديك ار اكبر من الواحد دايما. يعني ده تفسيرها، بس خليك يا باشمهندس خد القاعده دايما وخلاص، ان دايما يا باشمهندس الام لونج بتاعتك دايما الاتجاه الطويل هو الاتجاه الاقل في الاستمراريه، الاتجاه القصير هو الاتجاه الاكبر في الاستمراريه. طب تعالى كده يا باشمهندس، بعد ما قلنا
يبقى هنيجي نعمل ادي ده البي بيتا زي ما اتفقنا بقى، وده البي الفا. فكنا بنقول لك لو رجعت للريكتانجولار تانك، كنا قلنا لك يا باشمهندس دايما ركز في الكلام ده، دايما يا باشمهندس اي حمل افقي بينضرب في تلات ارباع وبيتاخد بكامل قيمته على ربع الارتفاع، بيعمل مثلث صغير. اي حمل افقي بينضرب في 75% ويتاخد بكامل قيمته على ربع الارتفاع، راجع الريكتانجولار تانك. فيبقى اي حيطه من دول عليها نفس الشكل ده، هيبقى هنا في بي بيت تلات ارباع البي الفا، وفي بي الفا كل الحوايط كده. يبقى كل الحوايط يا باشمهندس عليها نفس الشكل، حتى الحيطه دي والحيطه دي، بس انا مش هكتبهم عشان بس ما نكترش الكتاب. كل الحوايط عليها نفس الايه؟ نفس الشكل بالظبط. طب عايزين نرسم بقى يا باشمهندس ده كده مين؟ ده اللود ديستريبيوشن. عايزين نرسم الاستاتيكال سيستم. للاسف يا باشمهندس هنا هتضطر تاخد شريحتين مش شريحه واحده. الشريحه الاولانيه افقيه وراسيه، يا افقيه يا راسيه. الشريحه الثانيه شريحه هوريزونتال، لان في حمل جديد اسمه 75% البي الفا. وهنا يا باشمهندس بيوضح بشكل رئيسي الكلام اللي كنا بنشرحه في الاول، ان الكاونتر فورت بيحول الحيطه بتاعتك من شالو الميديوم، فيبقى الاحمال بتاعتك بتقل، وبالتالي يا باشمهندس المومنت يقل. فيبقى يا باشمهندس للاسف وانت بترسم الاستريبس اند لودز هترسم اتنين استريب، فيرتيكال استريب وهوريزونتال استريب. الفيرتيكال استريب ادي يا باشمهندس شكلها، عليها احمال حمل مثلث من الاول للاخر قيمته بي بيتا، حمل مثلث على ربع الارتفاع قيمته بي الفا، وحمل موزع قيمته يا دبليو الفا يا دبليو بيتا، الاثنين مش فارقه، الاثنين واحد لانها 4 في 4. طب يا باشمهندس بالنسبه للهوريزونتال استريب، قال لك الهوريزونتال استريب يبقى على شكل الحيطه، يعني شكلها مستطيل كده 12 في 12، بس نتيجه ان سعادتك حطيت كاونتر فورت، فيبقى يا باشمهندس في ركايز في اماكن الكاونتر فورت، ادي الركايز بتاعتك اهي. طب الاحمال اللي بتاثر، حمل ماشي على الحيطه بيأثر من جوه لبره قيمته 75 البي الفا، البي الفا. ويبقى ده يا باشمهندس شكل الايه الاستريب والاحمال. بعد كده المفروض ترسم المومنت وترسم التسليح زي اللي فات بالظبط، المومنت نفس اللي فات هترسم شكل بس، والتسليح نفس اللي فات. اللي هيزيد بس هنا انك بدل ما ترسم التسليح في سيكشن اليفيجن وبلان، سيكشن اليفيجن بيتوضح فيه الحيطه والارضيه، وبلان بتوضح فيه الارضيه بس، هتزود عليه كمان سيكشن هوريزونتال في الحيطه. راجع الريكتانجولار تانك، في الريكتانجولار تانك قلنا الكلام ده. طب يا باشمهندس ده المطلوب التالت. المطلوب الرابع كان بيقول لك، ملهاش سلايد دي كانت اخر سلايد. المطلوب الرابع يا باشمهندس بيقول لك لو انا مستخدم، لو انا هشيل الاعمده الداخليه قول لي او سجست سيوتبل ستاتيكال سيستم للارضيه. فالاجابه ان بدل طالما سعادتك مش متاح انك تحط اي اعمده داخليه، يبقى الاستاتيكال سيستم بتاعك هيبقى بانل دي بيم، وبالتالي يا باشمهندس تصميمه نفس السوليد سلاب بالظبط، ما فيهوش اي جديد. واشكركم لحسن الاستماع.